مساء الخير لكل المشاهدين وين ما كانوا بلشوا يتابعوا حلقه الليله 20 اذار من برنامج للنشر. وطبعا بما انه نحن بعشيه عيد الام، اول عنوان رح يكون ضمن الانفوجراف اللي كل اسبوع بنعرفكم فيه على عنوان شو قصه الامومه وشو قصه عيد الام. رح نتعرف كيف بكل انحاء العالم بيحتفلوا باحلى الاعياد، ورح يكون عندنا كثير فقرات كمان خاصه بهالموضوع. ماريا واما بيتحدوا المرض وبيتحدوا الياس وبيتحدوا الحزن، مشوار أمومة مليان بالمحبة والفرح والتحدي. اليوم بمواضيعنا كمان في موضوع قد يبدو للبعض طريف، وإنما هو كمان جدي برأي بعض الرجال. للرجال أيضا حقوق، وقريبا جمعية حقوق الرجل تطلق الصرخة بكفة. بعاد عن أولادهم وبيجوا من بلاد بعيدة لسنين طويلة بيربولنا أولادنا، أحيانا ننسى أنه هالإنسان اللي ببيتنا هي كمان أم وبحاجة لنحتفل فيها. اليوم كمان مشوار الأمومة فيه الجانب الأسود، تمارس الدعارة وتصطحب طفلها في مشاويرها، وإذا رضي الزبون كارثة، وإذا ما رضي الكارثة أكبر. الأم تقول بيهم بيغتصبهم وبتناشد، وهو يقول هذا الشيء أبداً مش صحيح، هي سبب انحرافهم ولا تصلح للأمومة وحكاية الأولاد ولا في الأفلام. وبختام عناويننا لليلة، أمهات وحوامل وزوجات في قلب حقول الألغام مع القنابل العنقودية يومياً من الفجر. كل هالعناوين مشاهدينا مع ضيوفنا بعد قليل في للنشر. مساء الخير لكل المشاهدين وين ما كانوا بلشوا يتابعوا حلقتنا المميزه الليله من برنامج للنشر. الكلام عن الامومه وقيمتها بنكرره كل سنه، وبنحس كل يوم قد الام هي اللي فعلا دايره هالدنيا من دون ما تعرف او من دون ما تحس احيانا. هي اللي بتربي على الانفتاح، وهي اللي بتربي على التطرف، وهي اللي بتربي على التسامح او على الحقد، على الثوره او على الاستسلام. هي اللي بتحمي، وهي اللي بتحرض، وهي اللي بتحاسب، وهي اللي بتسند. بتبقى الأم يلي ما بتشبه حدا بأيامنا الصعبة هيدي، هي اللي بتدفن ابنها الشهيد المدافع عن وطنه بكل بطولة، والمدافع عن ناسه بكل بطولة، وبالمقابل بتزلغط. هيدي الأم يلي بيعجز أي لسان عن وصفها. بيضلوا أمهات الشهداء هن منارتنا، وكل أم بانتظار عودة ابنها كلنا حاسين بقلقها. لجيشنا بعد جنود ما رجعوا، وكلياتنا بانتظارهم تيكون العيد أحلى. من جانب آخر ببلدنا المتعب يلي عم يشهد مواقف عن جديد من أبنائه، عسى الثورة هالمرة تكون مستمرة للآخر، من دون ما حدا يخوفنا أو من دون ما حدا يجي لينا أو من دون ما يندسوا بيناتنا ليخربطولنا كل مشاريعنا باتجاه وطن حقيقي. الطقم الفاسد صار كله بده أبع. إنه شو بيتأثر المسؤول يلي بنقله أنت أزعر أو أنت حرامي إذا كان غرقان بالملايين من لحمنا ودمنا، وإذا خلقان أصلاً من دون كرامة، وإذا متكل على غبائنا تنحميه بالروح وبالدم كل ما قرر يجدد لحاله أو يحمي غنائمه. سؤال واحد حلنا نجاوب عليه قبل الانتخابات، مين زعيمك؟ شو أولوياته؟ وهل رح تضلك على خيارك؟ إذا منجاوب على حالنا أو منجاوب نحن مع حالنا بصدق، بعتقد في إجابات كتير بتتغير. حلقتنا ليلة فيها كتير زوايا من الأمومة، البعض منا قاتم والبعض منا مضيء، والبعض مرة منا هالمرة عم نضوي عليه بطريقة مختلفة. وإنما البداية خليها تكون مع الإنفوغراف تحت عنوان هالمرة شو قصة الأمومة أو شو قصة عيد الأم. الدنيا أم، ومنشان هيك كل الدنيا بتحتفل بعيد الأم. الفراعنة من الأوائل اللي خصصوا يوم للأم، وبهاليوم كانت تنظم مواكب من الزهور بمختلف المدن المصرية. عند الإغريق كانت احتفالات الربيع تهدى للآله الأم ريا،
وعند الرومان كان الاحتفال بالأم يستمر من 15 ل 18 أدار. بالقرن ال17 بريطانيا كانت أول بلد احتفل بعيد الأم بالتزامن مع انتهاء الصوم الكبير. عام 1908 نظمت الأمريكية أنا جارفيس حملة للمطالبة بإقرار عيد للأمهات، والمفارقة أنه هالسيدة ما تزوجت أبداً لكنها كانت شديدة الارتباط بوالدتها. بعام 1913 أقر الكونغرس ثاني أحد من شهر أيار يوم للأم، ومن أمريكا انتقلت الاحتفالات للبلدان الأخرى. ب 1956 احتفلت مصر للمرة الأولى بهالعيد بالتزامن مع بدء فصل الربيع، ومنها انتقل هالتقليد لدول عربية أخرى. هالمناسبة عالمية بامتياز، بس الاحتفال فيها غير موحد عالميا. بكتير من الدول العربية 21 أذار هو يوم عيد الأم. بالولايات المتحدة وكندا والصين واليابان ودول أخرى بيسائب بتاني أحد، وبفرنسا والجزائر والمغرب وتونس والسويد بالأحد الأخير. أما ببريطانيا فبيصادف يوم الأحد الرابع من شهر الصوم المسيحي. دول أوروبا الشرقية بغالبيتها تحتفل فيه بتاريخ الثامن من أدار. وحدة النرويج ما ربطت هالمناسبة بفصل الربيع وأصرت على الاحتفال فيه بتاني أحد من شهر شباط. أما حجم المبالغ اللي بتندفع سنوياً بالعالم بهيدا اليوم فبتبلغ 200 مليار دولار. على حلقة الليلة يلي بالعودة لحلقة الليلة يلي ملانة احتفالات بعيد الأم واللي فيها كمان جانب الأسود من مواضيع بالعائلات أو العلاقة بالعائلات أو الأمومة. حبينا نحن اليوم نحتفل بأمهات بعض الأحيان ما بنشعر إنه هن بعاد عن أولادهم، من أجل أولادنا ومن أجل خدمتنا وخدمة أولادنا ومن أجل إن يكونوا معنا بالبيت عم بيساعدونا. هالصبايا وهالأمهات اللي بيصبروا على البعد واللي بيعانوا من اشتياق واللي بنفسوا هالأمومة الحلوة بأولادنا بيستحقوا الاحتفال. ليلة عنا ضيفات رح نتعرف عليهم بعد الروبورتاج. ببيتنا في أم، كم مرة فاتنا ننتبه إنه في ببيتنا أم. البعض للأسف بيسميها الخاتمة أو العاملة الأجنبية بأفضل الأحوال، لكن الأهم إنه هالمرأة تركت أطفالها ببلادها وإجت لتربي وتحب وتساعد أطفالنا. صحيح إنها بحاجة للعمل، لكن من ضمنها الحاجة لممارسة الأمومة أيضاً. مريم هي مثال عن هالأمهات، فهي محرومة من أطفالها الصغار، وحتى تقدر تعيلن تشتغل 5 سنوات متواصلة بعيد عن بلدها. عادة يلا باي يلا روحي باي. بس مريم ما غابت عن أممتها لا بأثيوبيا ولا بلبنان. اليوم رح نعرف كيف علاقة مريم بولادها اللبنانيين، وللنشر بيحتفل فيها اليوم أيضا. ماما
حبيبي آدم حبيبي. سكتت أنت وتقولي حبيبي. كتير بحبك. الليلة ضيوفنا ضيفاتنا مريم من أثيوبيا وسريطة من نيبال. شو؟ نيبال. نيبال. اشتقت للأولاد؟ يس كتير. كتير؟ كتير. طيب رح نرجع نحكي هلا عن الاولاد. كم ولد؟ كم ولد عندك انت؟ ثلاثة. شو صبيان ولا بنات؟ صبي بوي. ثلاثة بوي. قد ايه صار لك هون؟ 4 سنين. اشتقتي لهم؟ اشتقتي لهم كثير. رح نرجع نحكي اكثر معهم، بس خبروني انه انت بالبيت اللي انت بتشتغلي فيه بتبكي اذا حدا سافر. بلا كثير تبكي. ليه؟ حبوا انا نوت سيبارني، انا حبوا كثير. ناحنا كثير جود. تحب الاولاد اللي عندهم؟ كثير تحبوا. مين هون؟ ايانا سون. شو اسمه؟ هيمنتا. هيمنتا؟ هيمنتا. شو عم يعمل هيمنتا هلا؟ شغل دبي. كبار اولادك؟ كبار. هي 21 هي 22. هو 22. شو اسمه الثاني؟ بسنتا. بسنتا؟ بسنتا. الله يخلي لك اياهم. هاي بعده جيما. بيعرفوا لانت هون؟ بيعرفوا؟ بيزعلوا؟ لا ما زعلوا. طيب خليني اشوف مريم. مريم شفتك عم بالريبورتاج. ادم كيف تركك اليوم ونام لحاله؟ والله ما بعرف اليوم بتاعك معك بفتش هلا ما بعرف هلا بكون بفتش عليك؟ هلا بفتش. كنت ادم كثير مشتاقين بحبي انا كثير كثير من شويه. قال ادم ما بياكل الا معك، ما بنام الا حدي. بحدي بنوم باكل بتعملي انا بهممني انا. ادم مثل امك بحبي انا. تحبيه مثل كانه مثل امك. ما طب مريم انت عندك كثير كنت تبكي كان زعلت امك بتجي لعندي. عندك بتقولي له شو بتقولي له؟ شو بتعيطي له؟ حشلي. حشلي يعني يا تبحشلي، هذا التعبير اللي كده يعني محببه. ايه بحبي انا كده كثير. انت حشلي. بس كريم كمان كثير بحبي كمان كارن. ايه كتير. بس انت مريم كم ولد عندك بأثيوبيا؟ ولد انا. كم ولد؟ 3 ولد. 3 ولاد؟ ايه. صغار؟ لا واحدة 10 سنين، واحدة 6 سنين، واحدة 5. وشو بيعملوا بعيد الأم هلا؟ هلا ناس أمي بس واحدة صغيرة ما تعرف أنا كثير. صغيرة ما تعرفك كثير؟ كثير ما تعرفي. عمرها سنين، واحدة سنين، أنا تجي لبنان. ما تعرفي صغيرة كبار لكن ما بعرف تجي. ما راح أنا 4 سنين لبنان. طب مريم بس يتعرفنوا الاولاد يحكوا معك، بتجي مريم بتقول انا هلا عم بلعب مع ادم وعم حمم ادم وعم طعمي ادم. اولادك صغار؟ صغاره؟ كريم 3 سنة، ادم 1.5 سنة. ايه بس اولادك اللي باثيوبيا؟ اثيوبيا بغاروا يعني بيقولوا يا ريت انت هون تحمميني الي وتاكلي معي انا وتنامي حد انا، ليش عند غير ولد؟ مثل اولاد انا، في اولاد هونيك بس نسيت ادم كريم بشوف انا مثل امك. بس اولادي انا بشوف كريم ادم بحب كثير. مع مين اولادك باثيوبيا؟ مع امك؟ مع امك. اولاد ناس امي. شو بتسالي عنهم؟ والله كيفك مامي؟ قالت كباري 10 سنين، واحدة 10 سن بعرفها. وينك امك؟ قالت امك راحة سافرت. طب تيجي. انت مريم كل يوم عشية بتنامي بتفكري بالولاد؟ ما بفكر، ما فكرت انا ادم بنوم حدي، ما بفكر ولا شيء، ادم مثل اولادي بس ما بفكر. هل قد بتحبيه؟ كثير كثير بحبك كثير. ما شوية. سريطة انت ولادك بغاروا؟ يعني مرة حكيت حدا جالس شي ليش انت بغير بيت مع غير اولاد؟ لا ما زعل. يعني بس يتلفني يقول لك شو عم تعملي، شو بتقولي له؟ قلت له انت شو تعملي؟ انا تعملي اكل وانا بيبي يارو اني قولي لي بس وانا تعملي عيالي مين تعملي مامي نون بعدين انا كم تعملي هلا انتو تعملي انا اولاد. طب انت مع مين اولادك؟ بيو. بيون؟
بتلاقي امك وين؟ نو انا بيو هني بيو ايه بي انا جاي هازبند يعني إيه انت امك وين؟ انا موتي امك ميتة؟ موتي. طب اذا هلا عم بيحضرونا اولادك بدبي بيكون عم يحضرنا شو بتقولي له؟ قولي ان شاء الله جود نيهام ان شاء الله ضلك تبكي كل الوقت؟ لا نو تبكي انا مبسوطة نو تبكي كثير مبسوطة هوني انا مريم انت بتغني لابنك؟ ايه انا بغني لابنك ادم يعني فيني اقول ابنك ما هيك؟ كثير امك ادم انا بغنيني مثل امي مثل اولاد انا ادم كنت عم تغني له هلا قبل ما بتغني له بالاثيوبي؟ ايه مثل ما في انا بحب مثل اثيوبيا بغنيني يا ادم يا هشلي وينك؟ تجي لعندي غنيني عربي قال ادم قال ادم اذا انت وامه زعلتوا بتجي لعندي بتجي لعندي امك بيك الزلان زعلته بتجي لعندي ليه شو 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 ادم بتجي لعندي بس كنت بس ما تبكي ولا شيء ما تبكي كثير بنوم حدا انا بشرب حليب كده بهمم انا بتامني انا بس بحب كثير طيب في شيء نحن رح نشوفه هلا كمان شباب ايه في فيديو رح نشوفه ما هيك؟ نعم في فيديو بدنا نشوفه هلا خلينا نشوف الفيديو تفرجي معنا مريم ان شاء الله كان جاري ينسي ايوه ايوه كامل انت كان استر 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 جاري تلي ده السلام عليكم وعليكم السلام نجوم فيا جاري كم نجا السلام نجوم فيا جاري كم رينا جا فيا نجات باي باي وعليكم السلام جيد السلام عليكم جيد السلام عليكم أتانا جا هيا جاري جركم يا كونا جا هيا جركم لا إبراهيم عباس كوت جريكا جر عندي هاد كنا جري ديري أكمل جتني جوا وعي ديري أكمل جتني شو قالت أمك كيفك إيه؟ شو اخبارك قالت هيك عم بيقولوا إيه؟ قالت امك كيفك شو تعمل انت عيونك عم يرقصوا عيونك كثير وينك امك قالت مبسوطه فيهم إيه؟ شو عم نسمع هلا شو هيدا هيدا غنيه سوبيا إيه؟ سوبيا غنيه ايه سوبيا عن شو لا اولادي بشوفي كده جميل مين جاي لعنا مين جاي لعنا وينك أشلي؟ وينك حبيبتي؟ هاي بحبي أنا بحبي أنا شو؟ تفضلي أنا تفضلي تفضلي بحبي أنا بحبي كثير آدم بعده ما نايم لهلا حبيبي من ورا المشوار من ورا المشوار شلي شلي حبيبي مدام آلاء خبريني بس يعني مريم واضح انه مرتاحه بالبيت وانت عم تحس الامومه عندك عاليه لدرجه انه ما عندك مشكله انه هي تكون عم بتقول انه هي كمان امه لادم وينك هي كثير مثل ايدي اليمين يعني بتساعدني بكل شيء وعن جد بعتبرها عن جد امه انا بعيط لامه لادم والاخر هاي شو خبريني هذا مريم بنعتبرها يعني مثل اختنا يعني بكل شيء هي مثل اختنا يعني من مع كريسمس بنجيب لها هدايا كل شيء يعني اخت لنا واكثر كمان شو علقته؟ قلتي لي بس تعلقوا ادم حدك ادم مش لميلتك لا ادم مش معي ابدا دائما لميلتها هي خبرتيني انه انت وياها كمان علاقتكم حلوه كثير بتعقد بس شو شعورك انت كل يوم بتنامي اولادك بحضنك يعني احنا احيانا ما بننتبه انه ببيتنا في ام كمان لا انا كثير يعني دائما بحسسها بحكي يعني بقول لها هول اولادك واوقات بخليها مثل ما شفتي علاقتي مع جوزها كثير منيحه ومع اولادها يعني حتى في كونتاكت دائما بحسسها بهذا الشيء اكيد وما بحسسها بهذا الفراغ ابدا حتى وي ار سو كلوز فريندز يعني حتى بس بتعرفي نحن يعني في كثير بيوت الوضع فيها منه هيك تو ماتش فبهالمحل يمكن لازم كلنا نذكر انه دائما انا بقول هذا الشيء انه هول الاشخاص بيستاهلوا الاحترام لانه عم يعملوا شيء بعض عم بيعملوا شيء صعب كثير كثير صعب
خصوصا بغياب الام يعني. فلازم دائما نقدر هذا الشيء ونحترمهم، وخصوصا انه بيهتموا وقت طويل باغلى شيء عندك يعني. مريم كيف السوربريز؟ حلو الورد؟ حلو الورد؟ اه كثير وقعدوا بعضه بلا نوم لهلا؟ ثانك يو ثانك يو كثير حلو كثير. خليني بس اقول شغله انه ساريتا هي الست المزينه بيتي، وردوان عمل لي هيدي المفاجاه انه جيت لقيت ساريتا هون. بتحبي لها رضوان ايه؟ وحسيت انه عن جد اسعدتني بهيدي المفاجاه، وبدي اقول انه هي انسانه عظيمه، هي انسانه فعلا عظيمه. خبريني وقتها هيك يعني كيف دغري شو بعد يلا ايه كمان بس هو رضوان بدك تقولي له ثانك يو معنا ثانك يو ساريتا. ثانك يو. شو؟ حلو الكيك؟ بدي اقول لك انه انت كثير جود ماذر، وشو ما نقول يمكن لهول الناس بضل عن جد امومك جواتهم اكبر اكبر من كثير اشياء ممكن تتخيلها. شو بدك تقولي هلا لاولادك وشو بدك تقولي لطاليا وجميل؟ شو شو خليها ايه شو شو بدك تقولي؟ ما كنت عم تحكي كثير قبل، قولي لي شو بدك تقولي؟ طب بلا طاليا وجميل واولادك شو بدك تقولي لرضوان؟ ما نسمع الغنيه النيباليه ولا بتغني لنا اياها هي؟ بتغني لنا اياها انت الغنيه؟ يلا غني لنا اياها انت يلا 1 2 3 يلا عم بيحضرنا بدبي يلا الغنية اوكي يلا شو بعد شوي طيب ايه بلاها الغنية تجي رضوان انت بتغني لها الغنية طيب انا بس بدي اقول انه حبينا انه هالسنه نكرم الامهات اللي ببيتنا، وايام ما بنحس قد ايه هن مضحيين، او بنجرب احيانا بس نغيب عن اولادنا يومين نعرف قد ايه هن عم يتعبوا. وبدي اقول انه ان كان مريم ولا ساريتا ولا كل الصبايا اللي ببيتنا بيستاهلوا عن جد نحتفل فيهم ما دام لا يعني ان شاء الله يكونوا كثار ناس بفكروا مثلك. حبيبتي ثانك يو كثير. اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو ميرسي. مشاهد شو؟ مشينا بريك قصير ومن بعدها منتابع محطات للنشر الليلي. رجال تعبوا من نغمة حقوق المرأة بردوا وين حقوق الرجل المهدورة؟ إذا المرأة ساعدته ما تمننه لأنه ما عاد في عائلة. تمارس الدعارة مصطحبة طفلها معها. قدرتي 100 دولار ولا 100,000؟ مع الاوتيل؟ مع الاوتيل. وماذا يحصل اذا اعترض الزبون؟ بس شو نعمل بالبيبي؟ والدة تتهم زوجها باغتصاب اولاده الثلاثة. انا ابوهم لاولادي كان يشلهم الحفاظ ليتحرش فيهم جنسيا، يرجع يحط لهم الحفاظ. لما زال لحد اليوم بتحرش فيهم. اعمارهم 7 و10 12. أمهات في قلب حقول الألغام. وصعب بس أنت قده. رح نتابع مشاهدينا محطات للنشر، وقد يبدو الموضوع للبعض طريف وإنما للبعض الآخر بيحمل جدية كتير كبيرة،
بعض الرجال عم بيقولوا تعبنا من كتر صراخ النساء وتعبنا من كتر التسكير بحقوق النساء وتعبنا قد ما بعض النساء عم يتمادوا بهذا المجال، فنحن كمان عنا جمعياتنا ونحن كمان رح نطالب بحقوقنا. خلينا نشوف الروبورتاج ونعود لضيوفنا. اعتدنا على مشهد النساء بالشارع عم بتطالب بحقوقها، مشهد بيتكرر باستمرار بين تظاهرات واعتصامات بتطالب بحق المرأة باعتبارها نص المجتمع. بس إذا كانت المرأة شبعت حكي وتصريح وصريخ وبالكاد حصلت على جزء من حقوقها، يبدو إنه إجا دور الرجل اليوم تيعلن عن مطالباته بحقوقه المهدورة. هيك حركات باسم الدفاع عن حقوق الرجل من حديثة الولادة، بل نشأت بالغرب بالسبعينات من خلال حركة حقوق الرجل، وبالسنوات الأخيرة تأسست منظمات حقوقية لمناصرة الرجال بالعالم العربي. واليوم بلبنان وبعجقة الكلام عن يوم المرأة وعيد الأم عم نشهد ولادة جمعية للدفاع عن حقوق الرجل على يد المحامي نزيه شلالة. ما تحطها بالرجل، بكفي الرجل، بكفي الرجل مصائبه، بكفي الرجل معاناته يلي عم بعيشها، وإذا المرأة ساعدته ما تمننه لأنه ما عاد في عائلة. فشو الأسباب اللي دفعت لها الثورة المفاجئة للرجل اللبناني اليوم بهالتوقيت بالذات؟ وهل هي مجرد حركة استعراضية عابرة؟ أو بالعكس نحن بمواجهة حركة تهدف لإضعاف دور المرأة تيحافظ الرجل على مكتسباته التاريخية على حساب المرأة تحت شعار حقوق المهدورة؟ للرجل ايضا حقوق. اذا بهذا المعنى راح تكون فقرتنا تنطلق مع ضيوفنا وضيفنا صاحب الفكره وصاحب الجمعيه الاولى بعتقد يمكن لموضوع حقوق الرجل بلبنان، المحامي نزيه شلالة صاحب جمعيه حقوق الرجل اذا، والسيده مريم شريف، اهلا وسهلا فيك، نائب بالبرلمان الدولي لعلماء التنميه البشريه ورئيسه المركز العربي لتجمع سيدات الاعمال، ومعنا الاستاذ هيثم ترشيشي ممثل البرلمان الدولي لعلماء التنميه البشريه. اهلا وسهلا فيكم. خلينا نبلش معك استاذ نزيه، يعني حضرتك صاحب الفكره بالعاده دائما بالمنطق الطبيعي اللي عنده حقوق بشو بده يطالب؟ انه شو ناقص الرجال ليطالبوا بحقوق؟ الرجال اليوم صار ناقصه اشياء كثير الرجال على ضوء هذا الهيجان الحاصل من قبل 274 جمعيه نسائيه بلبنان بيطالبوا بحقوقهم. نعم. انا قبل ما اقول ماذا ينقص الرجل من حقوق، أنا أسأل المرأة شو بعد في حقوق ما أخذته بلبنان؟ قد تكون المرأة في الدول العربية مش أخذ إلا صفر من حقوق. نعم، لأنه عنا المذهبية الطائفية، عنا مذاهب تحد من حقوق المرأة. المرأة المسلمة إلى حقوق وإلى واجبات وعليها عقوبات عندما تسيء إلى إسلامها وعندما تسيء إلى زوجها، كذلك بالطائفة المسيحية. طيب، نتمنى أن نصل في يوم من الأيام بلبنان إلى نظام العلمني الكامل الشاملي، وهيك المرأة بتاخد حقوقها كاملة وما بعد في حقوق مرأة ورجل، لأنه في خطأ ارتكب من قبل الأمم المتحدة. وأنا سعيد جدا أنه في معنا بالحلقة ناس يتعاطون من خلال إحدى، خليني اقول انه كثير ناس معنا حتى المشاهدين يعني فيهم يشاركونا بتويتاتهم. حقول لك شو الموضوع اللي رح يطلعوا على الشاشه مباشره. يلي انعمل سنه 1948 بالامم المتحده الاعلان العالمي لحقوق الانسان، هذا ساوى مقال لا رجل ولا امراه، كل كائن بشري. مع الاسف عادت الامم المتحده واخطات عندما قالت عدم التمييز ضد المراه حقوق الطفل. لأنه مزمن هذا الشيء، يعني حضرتك هلا عملت بدايه شوي مزيج من مصيبه البلد اللي هي المذهبيه الموجوده ومزيج من امور كثير، بس نحن بنعرف انه اذا فتنا بالتفاصيل المراه يعني عندها شوط طويل لتحقق نوع من العداله والعدل مع الرجل. لا، اولا من حقك حضرتك عم بتدير الحلقه، بس ما بقى نتباكى بلبنان ونعمل وقوف على الاطلال
ونقول المرأة مش أخذ حقوقها. الأجنسية لأولادها وزوج يختصب ما حدا بيقول له شيء. لا الجوز يختصب وسن الحضانة إذا بتريدي الجوز يختصب في عنا قانون العقوبات اللبناني. عيش بقى يشرعوا بالبرلمان بس في اخوات الشهداء وبيات الشهداء والنساء غير ممثلات مثل ما لازم. يا ستي يا سيدي في مليون مشكله يعني خليني مش عم تسالي مش عم تخليني احكي. اول شيء ما في ولا مشكله كثر ما مشحف الوضع ما في ولا مشكله عند النساء بلبنان اخذي حقوقها بنسبه 99.9. المشكله وين؟ المشكله ما عاد في اسره المراه تعمل بلبنان. انا كمواطن وقت الفوت على الامن العام بلاقي موظفات بالامن العام من كل الرتب شوف حالي فيهم نساء. زوجتي محامية بشوفها لابسة الروب بالعدلية بشوف حالي بنجاحات زوجتي. القوى الأمن الداخلي كنت بسجن البطرون عم طلع سجين بلاقي 4 دركيات ضابطين السجن. مديرة العدلية بلبنان يعني أنت معترض على عمل المرأة؟ أبدا عم قل لك في اجتياح نسائي وهذا بجيد عم بياخذوا حقوقهم 53% من القضايا. طب وين مشكلتك؟ حقك اللي مش متاخد وين؟ حقي انه انتسى موضوع الرجل، ما عاد في رجل عنده حياه بالبيت، انبسط انه مرته عم تشتغل نسيته، المراه صارت تستغني عن عملها وعن عطاءاتها للزوج وعن جلوسها مع الزوج، صارت تكتفي بخادمه، الرجل يترك البيت، الخادمه بتودعه. المرأة أنا تعبانة انعكس على الكراهية. ريما أول شيء بدي أعيدك بعيد الأم، بدي أعيد كل أمهات العالم، وبدي أعيد بالأخص الأمهات اللي راحوا ضحايا العنف الأسري واللي ظاهر هلأ يمكن في جبهات بدها تكمل على الباقيين. يعني أنا سمعت بأستاذ نبيه مؤلف جمعية جبهة نزيه. أستاذ نزيه عفوا الدفاع عن الرجل ما تصعبيه علينا جبهة يعني نعم جبهة يعني خلينا الكل ضمن جمعية كنا شوي هيك. هي جبهة حقوقية لأنه تناسب جبهة يعني في عدو. مين العدو؟ المرأة؟ مين؟ زوجتك أو أمك أو بنتك أو أختك؟ مين العدو؟ اللي خليني جاوبك تفضل. في خطأ من قبل بعض النساء أنا لا أجمل. اليوم القانون الطبيعي نسيته المرأة، القانون الإلهي. حضرتك مسلمة؟ نعم. أنا مسيحي. أيوة. عندك قرآنك يحو. لو المرأة بتقرأ شو بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم عن المرأة؟ بس أنت لا لا مش الدين. أنت عم تحت غطاء الدين. توجه رسالة إذا بتريدي عم تسألوا عم تجيب. توجه رسالة للبابا القديس بكرامة المرأة، بذكرها بالمرأة بدورة. المرأة اهتمت بنطاق العمل. بس استاذ نزيه حضرتك لكن الطبيعي. ما تعلم بنتك اذا ما بدك اياها تشتغل. انا عم علمها بنتي لكن ما تخليها تشتغل بس في حلم واحلام وطموح وقدره وتعاون. والمرأة وين عم تروح بهالمال اللي عم تجيبه؟ انا باخذ دعاوى كنسيه وشرعيه. نعم. عم شوف قديش عم بيتألموا رجال بالمحاكم. 74% من الدعاوى التي تقام في المحاكم الشرعيه والكنسيه، مع ان نحن نظام مدني، هي من النساء. لا لانه تتزوج شهر 2 3 4 5 بتروح بالطالب يا استاذ نزيه. نعم 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 تفضل نعم. ولكن ما لازم بقى نسمح انه المره تقول انه المره تقول انه بدي حقوق المراه. عندنا 274 يا عمي على شو حاصله؟ بس انا عارف على شو حاصله. تفضل شيء تفضل شيء. لحظه مريم، انا حبلش من مطرح ما بلشت. تفضل. قلت لنا خبرتنا عن 274 جمعيه نسائيه طالبنا بحقوقهم. نعم. كم في جمعية رجل يطالب بحقوقه؟ إذا نحن بنعرف إنه الجمعيات ولدت من أجل تلبية حاجات معينة. نعم. لو ما وجدت المرأة نفسها في موقع الضعف وعدم الحصول على حقوقها، إذا بتريد خليني كفي، ما كانت صار في عنا 274 جمعية تطالب بحقوق المرأة. نعم. نعم. اليوم نحن من 2011 لغاية 2016، تعرف حجم الجرائم اللي تعرضت لها المرأة من خلال العنف الأسري أو الخطف من أجل الزواج أو الاغتصاب؟ عندك حوالي 22,951 ضحية خلال الست سنوات. إذا قصمناهم على 2,191 عدد أيام السنوات الستة، بيطلع عنك اليوم تتعرض 10 نساء للعنف أو للقاتل أو للاغتصاب أو للخطف. يعني كل يومين إذا بتريد. بس أستاذ هيثم يعني يا ريت حضرتك وحضرتك والشيخ مريم يعني خلينا نرد على الشيء اللي قاله تحديدا. يعني حكي عن ما النساء شايلين البلد، يعني نص البلد مهاجر. عم تحكي معلومات جنائية بنعرفها. لحظة بدي أسألك سؤال، لو بتعرفها يا أستاذ ما كنت بتقول؟ لا بعرفها. أنا طالب بحقوقي. خليني أسمع الشيخ مريم وأرجع لك. إذا بتريد افتحي الهواء للرجال هلقني وراح
بتشوفي معاناتك. مفتوح الهواء للكل، الهواء هون متعادل، بس نحن بانتظار تويتات المشاهدين. حضرتك قلت انت انه نحن اخذنا القانون، قانون حامينا، اخذنا القانون العنف الاسري، لليوم نحن بعدنا عم نروح نتظاهر بضحايا العنف الاسري. لشو العنف الاسري؟ اخذنا القانون. بس مريم، هلا رح يجيبوه لكم بقانون سخيف اسمه التحرش الجنسي. في قانون في قانون العقوبات كاتب عنهم كلهم هودي. لشو هالبفرداج هيدي؟ لشو هالبفرداج هيدي مبسوطين فيها؟ قانون العنف الاسري مثل قانون العقوبات، مثل ما اليوم عم بيحاولوا يضحكوا على المراه وعذرا للتعبير عم يعطوها كوتا، كوتا نسائيه، كوتا نسائيه، كوتا نسائيه. خمس سنوات كتخيل رئيس مجلس النواب ذكرنا ب بس استاذ مصطفى، استاذ مصطفى انا بتمنى لو تردوا على نقطه المراه. يعني المراه انت عم تفوت تلاقيها بكل المحلات، نص البلد مهاجر، المراه شايل البلد، شايل البلد هي. للأسف هي شايل البلد. خليني بس احكيكي بهذا الموضوع. وبعدين الكوتا مدخل يا استاذ مصطفى. الكوتا مدخل يا استاذ نبيل. عندنا احصائيات يا استاذ نبيل. لدينا علقنا اليوم يا سيدتي، لدينا احصائيات تضحت كل شيء عم بتقوليه بالعلم. نحن جمعيه، منا جمعيه كاريكاتوريه. اسمح لي اذا بدي سمعتك، لا ما سمعتك بدك تسمعني. ما في خليني خليني جمعيه حقوقيه. مريم خليني اسمع، بالقرن ال 21 نحن جمعيه حقوقيه ما بدها تنسى المراه القانون الطبيعي. المراه مراه إلى احترامها، نعم، وإلى قدسيتها وإلى عطاءاتها مشهورة. وين دور المرأة؟ وين دور المرأة؟ إذا عملنا بالمساواة شو ناقصها؟ 50% من المراكز، شو ناقصها المرأة اليوم؟ إذا الرجل مستحق يا سيدي تاخذ الثلث يا سيدي، لا أعطينا حقوقها، كل شيء ما فيها تعطي الجنسية لابنها، ما فيها تعطي الجنسية لزوجها. بتيجي بدك تقول لي إنه طالب بالنظام كرجل، طالب بالنظام العلماني يا سيدي، طالب بالنظام العلماني بالعصور القديمة حمورابي أعطاها حقوق، طالب بالنظام العلماني. المصريين عملوا منا إله للحب، الفينيقيين عملوا إله للجمال، شو عملوا من الرجل؟ إله للحرب، إله لسفك الدماء، بشو عم يتميز الرجل هذا؟ الحروب الموجودة يا سيدي. لو نعود، لو المرأة بتعرف حجمها من خلال القانون الطبيعي، والرجل بيعرف حجمه، كرم الكرة بصورة مليئة. بس شو يعني تعرف حجمها؟ يعني حضرتك المرأة نسيت أنوثتها. أستاذ نزيه لحظة، المرأة بس أنوثتها خاضعة لكم تيمشي حالها، وقائع المحاكم، وقائع المحاكم ما تمشي حالها. في مجتمع بطريقة. خليني بس اسمع ست مريم، نظام ذكوري. بدي اسمع ست مريم تفضلي. الأب متسلط، نعم الأب والزوج والذكر. في بعض هذا برايك، هذا برايك، هذه الحقيقه. نحن في مجتمع عند شرقي، عندك شيء يمكن عندك شيء بسيشيك ضد الرجل. هذا غير لا موضوع، لا لا هذا غير لا موضوع، لا مش هذا الموضوع يا استاذ. انتهى زمن الحريم والجواري. شفت كيف بنتهمها؟ انت رجل شرقي، وفي حريم بلبنان في زواج حريم. انا انا رجل، انا رجل لبناني. استاذ نزيه بتحكي بالحريم، وفي حريم. استاذ نزيه المراه تعاني من الحريم بلبنان، اجمل حريم بلبنان. يمكن عم بتعاني. استاذ نزيه وين المراه عم بتعاني؟ نسينا باحلى حال. استاذ نزيه بس في شغله حضرتك قلت عظيمي، انت عم تحقري حالك، عم تحقري نزيه بس خليني اسمع بس لو سمحت. استاذ نزيه حضرتك قلت شغله، حضرتك قلت شغله انطلقت منها، قلت انه النساء عم ياخذوا مراكز العمل وعم ينسوا. بالعكس انا معهم، بس خليني كفي انه انه كل شيء. نحن معهم، يعني هن قوه رئيسيه بقلب البلد، لانه البلد نصه مهاجر، نصه مهاجر. يعني النساء مقاومين جالسين البلد. بس خليني اقول لك شغله، المرأة بعد ما بحق لها تفتح حساب بالمصارف بلا إذن زوجها، وبعد بارح لا صح الله يمكن تسفر أولادها بلا إذن. صحيح. يعني هيدي أمور بعدها عم تندرس، يعني بعدها عم تندرس. كانت ليست المشكلة هنا. وين المشكلة؟ المشكلة تشتغل برات البيت، تيجي على داخل البيت تشتغل، هيدي المشكلة؟ المشكلة هيدي الواجبات الزوجية المشكلة يعني؟ المشكلة إنه المرأة اهتمت بالشغل يا سيدي، لأنه صارت شريكتك بالإنتاج. بس ليش ما بتكون شريكة بالبيت أنت كمان؟ ليش ما بتكون شريكة بالعائلة؟ ولكن ليش ما بتكون شريكة بالبيت أنت كمان؟ نعم. ليش ما بيكون الوضع تغير؟ أنا أدعو إلى ذلك. نعم. كيف عم تدعي إلى ذلك؟ كنت عم تعترض على دور المرأة بالعمل. هل إني مين أنا؟ يا أستاذ نزيه، أنا فهمتني غلط. أستاذ نزيه أنت رجل حقوقي من الطراز الأول. يا أستاذ أنا كنت أربق بك. يا أستاذ يا أستاذ عم تحكي عني إذا بتريدي. أنا لا عم يحكي عني. طب لحظة، الهدف خليني أحكي. لحظة، أنا بشوف حالي بالمرأة وقت بتكون بالإدارة. أنت فهمتني غلط يا أستاذ. فيني أخذ من حضرتك بس، إذا بتريدي فيني أخذ من حضرتك بس. لا بس بدي أسأل أستاذ نبيه، إذا هي معاناة شخصية أنا بشوف حالي بالمرأة وقت بتكون ظابطة، شوف حالي بالمرأة وقت بتكون بالأمن العام، شوف حالي بالمرأة وقت بتكون لابسة ثوب المحاماة مثلي،
شوف حالي. شو مطلب الجمعيه لكن شو مطلب الجمعيه؟ بس جمعيتي انه المراه نسيت بيت الزوجي، نسيت زوجها، اهتمت بالماتيرياليزم، نسيت السبيريتواليزم. بس كيف هيدا الحكي يعني؟ نعم. يعني المراه يعني في دراستنا عم تنعمل عنا للمراه انه هي شخصيه قادره يكون عندها شبكه من العمل، بينما الرجل بيعمل خطوه بالحياه، خطوه صحيح. خطوه يعني هي قادره. مش رايي دراسات هيدي، مش رايي دراسات هيدي احصاء. طيب هيدي دراسات. والمراه لما بتحقق طموحها استاذ نزيه، عندك بنات عم تعلمهم. مين عملت الاحصائيه؟ لما عملتها الجامعه الامريكيه ببيروت. نعم. شو بتقول صعيب؟ ليك مجتمع النساء عندنا بلبنان، المرأة مع احترامي الكل لإلها وبتمنى ما يسيء الظن شو عم قوله. ساء وخلصوا. هذا رأيك. خلا خلينا نسمع. هذا رأيك. تفضل. هذا رأيك. لا خلينا نسمع. فهمت شو أنا عم أقول؟ لا لا يا سيدي خلينا نسمعه لو سمحت. ما حتستفزني. تفضل. مش عم تخليني أحكي. أنا اليوم المرأة لأن كائن بشري مقدس، تعطي الحياة، تعطي الخلق إلى البشرية، في عليها حقوق مقيدة إلهيا أكثر من الرجل. يعني أنا وقت بروح على إحدى الحانات وإنت عم تشوفي، بلاقي فتياتنا، يمكن بنتي، فتياتنا 12 بنت قاعدين على طاولة مع 12 أرجيلة. بتعرفي شو بتعمل الأرجيلة بجوف المرأة بالنسبة للولادة؟ بس شو له علاقة بالحقوق؟ حقوق بدها المرأة. بدي طالب انا المراه اللي بدها تقدم، المراه اللي بدها تقدم، والرجل كمان، المراه اللي بدها تقدم على الزواج لازم توقف الارجيله، بدها توقف، مش بس بدها تكون عندها اخلاقيه، بدها تهيئ حالها لمؤسسه الزواج. يا سيدي انت عم بدها تهيئ حالها لمؤسسه الزواج. شريحه كبيره بس معين. بس ما بتلاقي حضرتك اليوم انت عم تفهم غلط. هذا العنوان هو عنوان مستفز لك الرجل. ابدا هذا العنوان يظهر ضعف الرجل. مش مضبوط. اذا كنا بعدنا حضرتك عم بتشوف الكوتا النسائيه، وقت بتسمع بالكوتا النسائيه قديش عدد النساء بمجلس النيابي؟ قديش عددهم بمجلس الوزراء؟ من يقيد المرأة للدخول إلى مجلس النيابي؟ نحن الرجال نقيدها. غير صحيح الخوف من نجاح المرأة. غير صحيح الكلام. أستاذ نزيه، أنا عملت كتاب يا سيدي. نعم. الخوف الاحترامي المبطل للزواج. وقت بلاقي ناس عم يكرهوا بناتهم ليتزوجوا، أنا عم أقول لهم نحن ضدكم. نعم. نحن عندنا مركز حقوق الإنسان بناه الأستاذ محسن سليم، أستاذنا ومعلمنا، ونحن اعطانا الفكره انه لازم المراه تحافظ على القانون الطبيعي. عم المراه تصير شوي مرجله. لا 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 انا وين المراه عم تنسى انه صارت المراه. فيني بس اسمع شغله استاذ هيثم لو سمحت. لو سمحت المراه نسيت انوثتها. استاذ نزيه لحظه، حضرتك عم تحكم على مجموعه. غير صحيح. عم تحكم على مجموعه من النساء. استاذ نزيه استاذ نزيه اسمعني شوي. حضرتك عم تحكم على المعلمات، على الممرضات، على المقاومات، على القاضيات، على المواصفات، من شريحة من مشوار. يعني إذا سيدتي، أنا سيدتي عم قلي، أنا قلت لك شوف حالي، بالنساء يعني الناجحات بكل إدارات الدولة. قلت لك بس فوت على الأمن العام وبشوف صبايا وستات حاطين نجوم. يعني وبعدكم بتقولوا المرأة ما أكلتش. بقول لك بعدكم عم تبكوا، بعدكم عم تعملوا وقوف. أستاذ نزيه، عم تعملوا وقوف على الأطلال. هل هذه الجبهة اللي حضرتك فيها؟ نعم جبهة، لأنه المرأة ما عادت ترتوي. المرأة أخذت كل حقوقها بلبنان. المرأة لا 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 المرأة أخذت كل حقوقها بلبنان. أستاذ نزيه، بعد في عندها شغلة وحدة، طب لحظة بس تقدر نسمع. جنسيتها لأولادها هيدي بلجان حقوقية، بلجان العنف الأسري، العنصر الاسري حكى عنه انه العقوبات. بدي احكي شغله، حكى عنه انه العقوبات بضحيه. بس بدي استاذ نزيه، حضرتك يعني عم تحكي عن امور. يعني انا اذا بمرق من حد مطعم بلاقي رجال عم بيشربوا او عم بيسكروا، بجي بقول انا انه ما عم يطلعوا كمان عم بيوطوا، عم تناقش شرايح معينه من الناس، عم تناقش شرايح معينه من الناس عم يعملوا، عم بصير معها سرطان. يعني ما بعرف، ركز على المراه حضرتك. هي دراسه قلتها دراسه. خليني بس اسمع وجهه النظر الثانيه. مثل ما حضرتك عم تحكي، المراه هلا حافظه على حتى صار عمرها كبير، بس عم بيخلق زوجها بيأرجل وما لحظة عم بيخلق جنينة مريض، عم بيخلق جنينة مريض. ده شفيقي عقيد. استاذ نزيه بس اسمح لي، نسمع استاذ هيثم. هي حملة التوعية بس خليني. المجتمع كامل مش بس للمرأة. استاذ نزيه لو سمحت، انا ما عم دين، بس حضرتك عم، خليني بس اسمع استاذ. انا ما عم دين، انا عم بقول في مشكلة، انا عم بقول في مشكلة انه النساء بلبنان وصلوا لحقوق
حقوقهم، في بعض جزيئات من حقوقهم بعضهم بيبكوا، بعضهم بيقولوا وقوف على الاطلال. المرأة أخذت كل شيء. نحن في مجتمع بطريركي، الأب هو المتسلط والذكر، ونحن في مجتمع غير صحيح. نحن في مجتمع لا يتحمل المرأة. وقت حضرتك أنت عم بتقولي الأب متسلط، أنا بقول الأمرأة لأن فاشلة بتقول هذا. الأمرأة فاشلة بتقول هذا. وقتنا انتهى، بس خليني أسمعك أستاذ هيثم. أكيد بموضوع حضرتك بيتعلق بقانون العقوبات. نعم كل شيء موجود. قلت لنا حيصدر قانون سخيف ايه بيتعلق بالتحرش الجنسي. هذا هذا قانون العقوبات بيعاقب عنه. اريانو حضرتك اريانو بقانون نحن بست سنوات 6719 تحرش جنسي. اكثر من ذلك تتدخل لو كان قانون العقوبات يمكننا التوسل فيه في كل حالة، شو في داعي لقانون العنف الأسري؟ تمام لحظة تمام. لو كان المواد التي تتحدث عن التحرش الجنسي هي بحد ذاتها بتعملنا تكامل تشريعي، شو في داعي للمطالبة بقانون التحرش؟ إذا هذه القوانين اللي أنت عم تتوسل فيها مش عم تتطبق، هي قوانين بالية مش عم تتطبق، يجب أن تتطور مع دور الإمرأة مش عم تتطبق. حضرتك وكل الرجال اللي بيؤمنوا بهذه النظريات نعم يتفضلوا بالأول نعم. يعملوا الدراسات كيف يمكننا أن نحصن الإمرأة، بس نحصن الإمرأة لأن هي كل المجتمع ليس نصفها، منحصن الأسرة ونحصن العائلة. بدك طيب. المرأة تشتغل كل الوقت برات البيت وتيجي الساعة 6-7 ترجع تفهم بشغل المنزلي. نحن تطورنا صار في كل بيت أنا لم أقل لم أقل سمعتك أنا بي أكل حالي أنا مع التعاون أنا مع التعاون أنا مقولي هلأ صارت المرأة بلبنان أخذت كل حقوقها بعدها تبكي وبتتباكى عيب ضعف ما بصير ومن قمكم الاستئثار ولن تعود إليه. طيب على كل حال الموضوع بحاجه لنقاش كثير، بس انا بحاجه الموضوع مش بيخص بس في المراه، في لا حقوق المراه اللبناني اذا عنده في عندها حدود بدها توقف عند المراه. اي حدود يا استاذ؟ المراه هي المتسلطه يا استاذ نزيه اللي بيغتصبها فيه جوزها. نعم اللي بيغتصبها فيه جوزها. انا ضد هالشيء هذا يا عمي، يعني وين احنا قاعدين؟ نحن كاتبينه هالشيء هذا. طيب على كل حال عم تقولي حضرتك انه المراه عم تطالب بالجنسيه لابنها، نحن كتبناه هذا بجريدتنا. نحن وقتنا انتهى، بدي بس اقول انه استاذ نزيه الموضوع متابعه، وقتنا انتهى. اين الاسره؟ اين الاسره؟ نحن راح نتابع. اين الاسره؟ لما تكون في رجل معرض وجود. وقتنا انتهى استاذ نزيه لو سمحت. ست مريم ست مريم وقتنا انتهى. ست مريم وقتنا انتهى وقتنا انتهى. الموضوع وصل على اخره. استاذ نزيه الطرح اللي حضرتك طرح يا عمي يا جماعه انك ضعيفة. طيب خلينا نتابع محطات النشر. محطتنا التاليه يا استاذ نزيه. اكيد فكره الجمعيه. استاذ نزيه استاذ نزيه لو سمحت. ست مريم بسببها يعني انا بس بدي اقول انه وقتنا انتهى والموضوع قابل للنقاش طويل. واستاذ نزيه لا شك انه في امور كثير حضرتك قلتها مستفزه وعالقه بمطرح معين، مطلوب انه نرجع نناقشها بس ما ينقال انه ما ناقشناها. لا لا اهلا وسهلا فيك بس هي مستفزه. اهلا وسهلا بنسمعهم. لا اهلا وسهلا فيك بس مستفزه. شو بغير يعني؟ لا بشو انا بشو مستفزه؟ انا عندي حقائق عندي يعني احصائيات قابل للنقاش. رح نتابع مشاهدينا مواضيع للنشر. محطتنا التاليه رح تكون مع الامهات اللي هن عن جد امهات مختلفات من حيث الصبر وطوله البال ومن حيث مشوار الامومه المختلف. رح نتعرف على ماريا وإما يلي تحدوا المرض وانتجوا الفرح. خلينا نشوف الروبورتاج. وضع الرجال نعم شو هاي ماما؟ سوبرايز مامي. هيدي احلى لوحه اللي شفتها انا وياكي، وهيدي انا وانت يا حياتي. ها
هاي انا ماريا يونس، بدي اشكر ماما بعيد ام عاد، عمل اشي بحياتي منيحه، عندي بيت، عندي اتريه، عندي اشي اللي انا اللي حبها. بدي اقول تهدي خيرك يا امي، ماما هي فريند، ماما عندها قلب طيب، اذا بدي فيش خرقي مع حدا، فيش خرقي مع امي. يا ستي حبايب يا حبيبة حبيبة، يا ربي خليكي يا بنتي يا ست الحب بايب يا حبيبة حبيبة. حبيب ماما، بس عجد بس أغني هيدي أنا بغص فيها. مش بدي هيك تاني تبكي معهم. أكثر شيء اللي بحبه بالحياة هي أمي. I love you mom، حابة ما زي. ضيوفي بالاستوديو ست نعيمة، أهلا وسهلا فيكي. وأهلا وسهلا بماريا. ميرسي. شو كنت عم تقولي بالآخر بالفيديو؟ لا بالآخر شيء بدي أقول ميرسي على أمي، إنه هي عم تعطيني حياة حلوة. عم تعطيكي حياة حلوة؟ نعم. يعني بدي أوصل للي هون، أنا كمجتمع بدي أوصل للسيرة إنه نحن مش حوي حالي، نحن لما مزقتونا بإيدنا يعني فينا أمشي على قدام. عارفة كيف قصدي ريما؟ ماريا أنا بتعرفي شو حبيت عم بحكي مع أمك؟ حبيت إنه قالت لي كل شغلة أسألها إياها تقول لي اسألي ماريا. قالت لي، قلت لها أنا عم إنه بدي أحكي عن الداون سيندروم بأي طريقة أو عن هيدي الحالة بأي طريقة. مزبوط. قالت لي بتعطيكي ماريا أحلى تعريف قالته مرة بخطاب. مزبوط. قولي لي إياه للتعريف. لا هو كنحن بمجتمع بالحياة نحن كان لازم انه افرجي يحارم انتبهوا كيف طريقه تصرفات. تصرفات؟ نعم. اوقات مثلا كنا على المدارس انا اوريكي هذا اذا لازم ميك ما فيها اروح شيء هذا شيء مش لازم. اذا واحد قال له اياها. ايه سوري، بس لانه كانت عم بتقول ماريا انه الداون سيندروم حاله مش مرض. نعم. يمكن ما انتبهتي لها بالاول. لا فهمت عم تقول انه من المركبة. واذا مسكتوا لنا ايدنا نقدر نمشي بالحياه. ايه صح مضبوط، حدا انا قلتها قبلك. ايه اي نو قلتيها قبلي بس مزبوط. يمكن مش هيك عم هي قصدها انه انا ما انتبهت. لا ماري ماري انا ما انتبهت لانه حسيت التعريف كثير حلو وكنت يمكن منتظره تقولي لي شيء ثاني، قلتي لي شيء احلى من اللي مفكرته. ايه اكيد. ست نعيمه رجعيني على الاول، طالما انت بتحكي قدامها لماريا كل شيء. نعم. رجعيني على الحمل، كنت عارفه انه الحاله حتكون مختلفه؟ لا. لا. لا ما كنت عارفه. لو كنت عارفه كنت تغير شيء؟ اصلا ما بقدر اقول لك، لانه وقت اللي انوجدت ماريا انه خلص هي بنتي وهي ماريا. ما بقدر الشعور إذا كان قبل، بس أنا وقت اللي شفت ماريا شفت نور عندي، مش بيبي، عندي نور بالبيت. بالبيت ما بقدر أقول قبل ما هيدا، بس بتصور إنه لأنه شعوري من بعد ماريا كنت رح أقول إنه هيدا ابني،
ولدي بده يخلع ولا ممكن انه اتخلى عنه. ماريا عمرها 25. نعم. وعملت مشوار كبير بالتقدم، يعني رسم ومعارض وانجاز. اكتشفتي فيها المواهب كيف؟ من هي وصغيرة كنت أنا أصلاً أول ما خلقت ماريا بلشت شوف شو اللي لازم نعمل لي، جبت من أمريكا من أوروبا من يعني بعرف إنه الولد الداون سيندروم مفروض تعطيه أكتر من غيره اهتمام مركز، اهتمام مركز وأكتر من غيره، بده أكتر من غيره لأنه بده مساعدة. نعم. مشان هيك منقول انه مسكوا لنا ايدنا، لان اذا مشينا قدامهم ما رح يلحقونا، واذا مشينا وراهم ما رح يشوفونا، بقى بنمسك لهم ايدهم وبنمشي. صحيح بدنا نمشي ببطء معهم، مش مثل اي ولد عادي، بدنا نمشي ببطء، نحن اللي بدنا نروح لعندهم مش هن اللي يجوا لعنا، هيدي اول شيء بدنا نقولها. بس في هيدا ما بدك تكون كثير عم تفلسف، بس في هذا النور اللي قلتيه عن جد بحس الشخص من الروح اللي مقابله، يعني ماريا فاتت والكل بلش يتسير معه ويبتسموا لبعض، بتعطي فرح، يعني هي وهي بتطلع فيك بفرح للحقيقه. ماريا، ماريا خبريني انت ومين جاي لهون؟ لا يعني مين يعني شفت معك اصحاب؟ مزبوط. هي تانت هيدا وابنها جوي دوميت عوي حاطين نحن فرنس على فيسبوك، او افتح بيج اللي انا عم افهم شو اخدي بين برا. عندك بيج على فيسبوك؟ مزبوط. عندك اكونت يعني؟ نعم. وبتحكي مع اصحابك وبتظهري؟ ايه اكيد، بس اذا بدي اروح احضر فيلم مثلا اقول لهم مثلا اذا حبوا عني يروح احضروا شي فيلم. طيب شو اللي ما بتحبيه بالناس؟ اللي مش حبوا بنقولوا انه هالشيء شيء حاطر. اشياء غلط. مزبوط. بس نحن مش هيك، يعني نحن كان لازم دعم اقوى فيهم، بس عنا يعني حدا قالي. ست نعيمه، اذا بدنا نحكي بالواقعيه القاسيه، يعني نحن امهات احيانا بنغار من امهات اخريات على اولادهم، ابنها هيك عمل، بنتها هيك عملت، بنصير نطلع ببعض بمحلات عن جد بندرك، بس نشوف امهات مثلك قد نحن بنكون احيانا بنقاط معينه سطحيين. بهالمحل انت طلعتي شي نهار وقلتي طب ليه انا هيك؟ ولا مره فكرت انه انا هيك، اصلا تنعرف مفهوم الامومه، الامومه كثير يعني هيدا ابني. اذا كان ابني مش عايزني في 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 ارزه وفي ورده، اثنينهم بجننوا الاولاد بعقدوا. بس في واحد أرزي مش عايزك، مش عايز انك تساعديه، بيشمخ وبيطلع. والورده إلها نكهتها، إلها حياتها، بتعطيك إلها اضافه على حياتك يعني. قلتي لي مثل كثير حلو على التليفون، انا حابه ترجعي تعيدي لي قولي لي مثل. ايه، لانه الام وقت اللي وقت اللي بتستقيم بتصير تحلم. تحلم مثل رحله، اجت رحلة على فرنسا وبدنا نروح على فرنسا، صرنا واو فرنسا، وانا بدي اروح على هيدا المعرض، وانا بدي اروح على هيدا التور، وانا بدي اروح، وانبسطنا كثير انه رايحين على فرنسا جروب عاملين ورايحين. طلعنا بالطيارة من بعد شي 3-4 ساعات قالوا ويلكم تو هولاند. هولاند؟ ليش جايين نعمل بهولاند نحن؟ مين وين هولاند؟ والعالم انفقست اصلا يمكن بالاول انا انفقست انه انا رايحه على فرنسا. بس وقت اللي وصلنا على هولندا، بدل ما انا ازعل واقعد بالاوتيل مثل ما عمل غيري، لا، انا فتشت على معالم بهولندا لقيتها كثير حلوه، وهولندا عطتني معالم جديده، قصص جديده، مش مثل فرنسا. فرنسا عارفينا من قبل. شو غيرت فيكي ماريا؟ شو غيرت فيكي هولندا؟ شغيرت فيكي ماريا؟ لا بس غير الحديث، انا مره رحت على الفيلم تبع اسب اب بروجرام عن شمعيه ميكانيه. نعم. مزبوط. نعم.
أنا هون مش حبيت، يعني هذيك كفكرة، أنا زي أبيع هولندا، ده أنا بنتي سنسيجي، ده حتى فيها تحتي ما حي رقبي مجتمع، لازم أول شيء بكي حي بدي أثر أكثر من ورث اللي عنده بروحي حالي. ماريا أنت بتحكي إنجليزي وفرنساوي وعربي؟ مظبوط. حلوين. ميرسي. كنت عم تحكي برا انجليزي كمان؟ اكيد. شو احلى شيء بمام؟ قولي لي جاوبيني بالانجليزي. I love my mom because she is like the sun. She is? Like the sun. Like the sun. Yes. مو فرنساوي كمان وبتغني وبطلة سباحة كل هول. مظبوط. اي ساعة تمرنتي على كل هول؟ كيف لحقتي كل هول تعملي؟ مع الرسم؟ لك رح مع الرسم غير والأورك والحوري غير، عارفه كيف؟ بس اللي انا بدي اقوله حسيت انا حبيت فكره كأن احنا شو بنقول على الناس؟ شو بنقول على غيرنا؟ يعني شو بنقول على غيرنا؟ لان انا مش بدي اسمي. ست نعيمه شو بتقولي لكل الاشخاص اللي هيك بيعطوا لحالهم تقييمات على الآخرين وعلى اختلافهم؟ أنا أصلاً ما بفيي أقول للمجتمع، أنا ما بقدر حارب مجتمع، أنا بحارب ببنتي. أنا بشتغل على لأن هي بنتي، أنا بشتغل على بنتي وخلي المجتمع هو يقول لي شو، لأنه إذا بدك تقولي للمجتمع، لأنه مين أنا لأقول؟ اشتغلتي منيح كثير على بنتك، يعني اسم الله بكل شيء عم تشوفه مريا. كتر خير الله، يعني. كتر وكل أهل، كل أهل بقول لي انه انا من خبرتي، بس مش انه انا عم بتفلسف على، لا بس من خبرتي انه الاهل يلي بيحبوا اولادهم بيقدروا يعطوا اولادهم. الام اللي بتسالك اللي بتكون محبطه وعايشه ايام احزانها وخيالاتها وخيباتها بالبعض بيقولوا كلمه في امل، كيف بتردي عليها؟ اكيد في امل. شو همك بابنك بالحياه؟ مش يكون سعيد؟ سعيد. إذا كانت بنتي ملكة جمال العالم أو عندها دكتوراه بأي شغلة وهي تعيسة، لا أنا بفضل بنتي. نعم. إنه تكون نعم إيه إنه تكون داون سيندروم وتكون قادرة تعمل كل شيء، تكفي حالها وتكون سعيدة بهالدنيا. نحن حبينا نعمل لكم سيربريز صغيرة وكانت وعدتنا إنه تغني لي هي. ثانك يو. إتس سمول جيفت. بنعاد عليك وعليك يا قويك بهالمشوار الجميل. ميرسي يا حياتي، ميرسي كلكم ذوق. اهلا وسهلا فيكم حبيبي. بس حاجات ميرسي عادي احلى كادو بعيد ام عاد حبيبتي. وانت احلى ماريا. اي اكيد. بدنا ناخذ بريك، بدنا نعمل مذيعه اليوم. ايه نطلع بالكاميرا وناخذ بريك. ايه يلو بريك وراجعين. بريك وير راجعين. يهدي باله اللي بعياله الدنيا كلها مفتوحة. تمارس الدعارة مصطحبة طفلها معها. قدرت 100 دولار ولا 100 ألف؟ مع الأوتيل. مع الأوتيل. وماذا يحصل إذا اعترض الزبون؟ بس شو هنعمل بالبيبي؟ والدة تتهم زوجها باغتصاب أولاده الثلاثة. أنا أبوهم لأولادي كان يشلهم الحفاظ ليتحرش فيهم جنسياً، يرجع يحطلهم الحفاظ. لما زال لحد اليوم بتحرش فيهم. أعمارهم 7 و10 و12. أمهات في قلب حقول الألغام. وصعب بس أنت قده. بعض المشاهد قاتمة، يمكن الزمن اللي احنا عايشين فيه عودنا أحيانا نبرر أي أمر طالما عايشين بفقر وبحروب لا تحتمل، ولكن إلا الأماكن اللي فيها أطفال هيدي المحلات ما ممكن أي شيء يبررها. على كل حال الشيء اللي رح نشوفه بعد شوي هو امرأة
تمارس الدعارة وتصطحب ابنه إذا قبل زبون، وإذا ما قبل خلينا نشوف شو بيصير. للأمومة أشكال مختلفة، لكن أحياناً القدر أو ربما الفقر بيلعب دور تيكون البغاء هو الخيار الأسهل قدام أم عم بتصرخ جوع طفلة ما بيبدر. شو بنعمل بال؟ شو؟ بيروح الأوتيل معنا؟ في مكان. هيدي قصة أم قاعدة يومياً مع طفلة على الطريق بانتظار زبون لممارسة الدعارة بعد الاتفاق على التفاصيل، ومن بينها أن تاخد ابنها معها، فإذا وافق الزبون كارثة، وإذا ما وافق فالكارثة أعظم. شو يا حلوة؟ وين واصلة؟ بس شو هنعمل بالبيبي؟ لا شو بحطه بالسيارة؟ ما فيك تتركيه هون؟ وحسب الشهود هالأم أحياناً بتترك الطفل بالعربية جنب الطريق لأنه الزبون ممكن يرفض اصطحابه، وهيك بيبقى الطفل وحيد تترجع الأم من مهمتها. شو أشطة؟ كيفي؟ قديش بتاخدي؟ قديش بتاخدي؟ 100 دولار ولا 100,000؟ مع الأوتيل؟ مع الأوتيل 100 دولار. وقديش وقت؟ في وقت ساعتين 4 ساعات. طب أربع شوي خليني أشوفك، ماني شايف شيء من هونيك. ساعتين 4 ساعات. أوكي، وين الأوتيل؟ في هون الأوتيل بغاتية. لوحدنا أنا وياك؟ أيوة. وخدناه ويانا رفيق تعمل هدي للصبر. يعني بدهم معنا بالأوضة؟ بدهم يقعدوا معنا بالأوضة؟ ايه ما هلا بنكمل وهي تبقى. طيب شكرا حبيبي. خلص شكرا. بدك بالأوضة؟ ما في برات الأوتيل؟ في كل شيء. بالخلاصة مشكل أمومة ناصعة وبدون شوائب، وقدام هيك حالة بعضكم بيشوف وبيلعن الظروف، والبعض الآخر رح يلعن الأم نفسها، وبكل الحالات بيبقى الطفل ضحية وما إله أي ذنب، وبيبقى السؤال أي مستقبل ناطره؟ ختام مواضيعنا مشاهدينا رح يكون مع موضوع موجع، وهو لما بتكون المسائل العائلية واصلة لمحلات فيها اتهامات متبادلة واتهامات ما بيحملها العقل. نحن بنعرضها مش من باب انه نعرض شيء نتفرج عليه قد ما هي ظواهر اجتماعية، وهالظاهرة بالتحديد او هالحالة بالتحديد انا بطالب انه جمعية حماية الاحداث تتابعنا بالتفاصيل، لانه هذه العائلة بحاجة لتدخل فوري، واتامل انه يشوفونا بكافة التفاصيل اللي حينحكى داخل هذه الحلقة. الام تقول انه الاب يغتصب، والأب يقول أنه هذا الكلام عاري عن الصحة، وأنه هي امرأة لا تصلح لأن تكون أم، والأولاد بالنص ممكن تخيل كيف حالتهم. خلينا نشوف الربورتاج. أنا أبوهن لأولادي كان يشيل لهم الحفاظ ليتحرش فيهم جنسياً، يرجع يحط لهم الحفاظ، لما زال لحد اليوم بتحرش فيهم. أعمارهم 7 و10 و12، أكتر شيء ابن 12. كبر المخرج عندهم، يعني أنا صرت شوف بعيوني كبر المخرج عندهم، غير عن اللي صار يمارس معهم
طريقه حفاظه يكون عامل له حفاظه فكريه وعامل معه شغل كله حفاظه واضحه ما كانت شمس حفاظه الريحه عفوا يعني الريحه بيحكوا عن الاماكن السفلى وبيشلحهم قال انه بيلعب وقصده عم بيلعبهم بحضن طريقه حضنه وعبته لهم تصرفه معهم طريقه مدهم على صدره لدرجه انه مره شلح بالزلط هي من فتره 5 سنين هي بالارض لا صوره هو كان عم يغتصوا من قبل بس هلا زاد لدرجه انه دخر من مؤخرته دم اخذوا لحتى يقدر يكون هو ياه لحاله يقدر يستفرد فيه لحاله في معي ربار من فتره 10 سنين باكد اغتصاب ابوهم لاولادي ومعي هلا ربار جديد لاغتصاب وقت ظهر من مؤخرته دم بيقول التقرير مع خدوش سطحيه على الخصيتين وحول المخرج مع توسع في عضله المخرج وجروح طفيفه حول المخرج ناتج عن عمليات ممكن ان تكون ادخال اصبع او جسم صلب. انا عمري كنت عم بشتغل برا فتت لقيت هدول الاولاد الاثنين شالحين وعم بيعملوا شيء سالتهم بعد ما تعبت وحكيتهم بيقول لي ابني بابا قال لي اذا طلب عفوا بنتي صبيه هيك قالوا لي الاولاد طلب منك على عمر تعمل واحد من البيت بتعمل له لعمر ابوهم عم بيعلمهم هذا الشيء وبيناموا تحت الحرام بالبيت وهو عم هو معه افلام اباحيه على التليفون دائما حتى له بحد الاولاد هيك الافلام لدرجه انه فتلاقيته عم بكبس بالتليفون عم لبك من غرفه النوم وهجم علي انا بنتي بده يضربنا كيف طلعنا كيف فتنا على وكيف عم نحكي وبنسال وشو قلنا نحن نطلع ونفوت على البيت لجوا هو اجبن انه يتحرش باولاد العالم اجبن بكثير من انه يتحرش باولاد العالم بس عنده القدره يتحرش باولاده لهذا المحور مشاهدينا معنا ست تايتوف اللي شفناها بالروبورتاج ومعنا الاستاذ خضر واللي هو والد الاطفال ومعنا المحامي الاستاذ منير الزغبي اهلا وسهلا فيك مساء الخير اهلا وسهلا فيك وقبل ما بلش معك بالاسئله ست عطاف بدي ارجع اذكر كل المسؤولين والقضاة اللي ممكن يكونوا عم بشوفوا اللي عم نحضروا انه يكونوا معنا لنسرع بهالقضيه بشكل سريع حضرتك عم بتقولي انه يعني مثل ما شفناك بالروبورتاج عم بتقولي انه هذا الشيء بلش من زمان كثير مزبوط عم تقولي من ايام ما كان ولادك يتحفظوا مزبوط صحيح واصغر ولد عندك قد ايه عمره؟ هلا عمره 6 سنين واشهر ل 8 11 بطبق 7 سنين بس شو اللي بيخلي ام تسكت 7 سنين عن هذا الشيء؟ لانه انا لما حكيت بهذا الموضوع لما انا لجأت لاخواتي واخوالي قالوا لي اخوالي وجهي واجهته انا هلا عندي سنان ونص بتمي بس ضربني بشكل دغري انه كسر لي سناني يعني انت 7 سنين يضربني ويخليني بس اقول للشباب انا عم بسمع صدى بدينتي بليز اذا في مشكله بالصوت حضرتك عم بتقولي انه ما واجهتيه لانك كنت عم تنضربي بلا ما تواجهيه لا انا قلت له هذا الشيء فهو كسر لي سناني باسنائه واجهتيه يعني واجهته كسر لي سناني يعني سناني مكسرين ضربني بشكل انه كسر سناني شباب انا عم بسمع بدينتي بليز صدى اوكي تفضلي ضربني بشكل اني كسر لي سناني فقررتي انت بس انت لجأتي لجمعيه كفا لتحكي عن الضرب مزبوط ليش ما حكيتي عندهم عن لا وحكيت بهذا الموضوع ايه؟ انا حكيت بهذا الموضوع قالوا انه ما تقدميه هلا ممكن يتاخذ الموضوع على انه كايدي لا بده يكون كايدي انا لا بدي يكون الموضوع كايدي انا قالوا لك ما تحكي عن الموضوع ولادك عم يغتصبوا معقول ايه؟ في جمعيه تقول لك ما يحكي انه لانه هني قال انه هني هيك قالوا اقترحوا فانا قالوا انه رجعت هيدا للقضاء قال انه ارجيل انه حكم بعشر سنين ارجيل الاحداث شوف شو يكون حكمه صدر حكمه فاللي شافت الاحداث اصدرت القرار بدعوى بحباش وكان في جلسه لهالشيء هيدا فبعد مباشره صار في اعتكاف بالمحاكم لهالسبب هيدا بعد لهلا ما صار شيء يعني بس في دعوة انت عم بتقولي عن لسانك حتى اذا عم يسمعونا بجمعيه كفا انه انت طلبوا منك الجمعيه ما تحكي بنتي عن الموضوع انا عامله وكاله عامله بنتي انا شخصيا ما نزلت بنتي نزلت هالشيء كان الحكي لبنتي هني اخذوا الموضوع يمكن يعتبر هيك لانه الرابور له 10 سنين الرابور اللي انت جايبتيه من اي طبيب؟ من طبيب خريج جامعه فرنسا بدي اذكر اسم الطبيب؟ ايه طبعا عمار الحوري مكتوب الاسم من 10 سنين اعطاك دكتور عمار حوري انا اخذي من عنده انه انت ولادك عم يتعرضوا لاغتصاب مزبوط هالشيء هذا وانا رحت عن طريق وانت تاكدتي انه من البي هذا الشيء
انا اولادي ما فوتوا ولا بيظهروا. انا الاشياء شف يعني انا شف يعني ابني كان عمره سنه وثلاث شهور ونص. شو يحكي ابني حمودي؟ طيب بدون ما نقول اسماء الاولاد. طيب حضرتك دكتوره الدكتور قلتي عمار حوري ولا الدكتور رامز حوري؟ رامز حوري. دكتور رامز حوري. طيب. انا موجود عندي على التقرير. انت عم بتقولي كمان انه تركتي اولادك يعني سبع سنين يعيشوا هيدا الشيء، هلا قررتي انه من فتره سبع اشهر تحكي بهذا الموضوع؟ مش قررت انا عارفه شو بدي يصير، كان عم تنضرب عم خلالها سبع سنين هذا الشيء تكرر يعني؟ ما كان في مشاكل اللي تصير لما تحسي انه في ولد عم بيتم التحرش فيه؟ ما تعلي الصوت، ما تشتكي لاهله، ما تشتكي لجيرانك؟ اشتكيت للكل، ما حدا بده يسمعني عملني اخذ بكلامه انه انا مجنونة عم باخذ ضوء اعصاب وده وحده مجنوني. طيب اوكي شو دليل انه انا مجنوني؟ يثبتوا لي، انا مستعد اخذ على الفحص، انا في دكاترتي موجوده. بس انت عندك تقارير طبيه من اطباء عم بتقولي انه هن الاولاد متحرش فيهم. ايه بس انا عم بحكي عن حالي، ما هو اتهموني بالجنين وعم باخذ ضوء اعصاب لهالسبب هيدا وعلى ضرب واذيته بشكل انه ذلك خنقني بده يخلص مني. إن حكيت بهذا الشيء وجعت. طب القاضي الشرعي حكم انه الولد يكون الاولاد يكونوا مع عمتهم، على اي اساس القاضي الشرعي؟ انا القاضي الشرعي من اجى لعندي طلبت هيئه المحكمه اذا لعندي على بيت وتصور، ما كان عندي اعتراض. قلت لهم يا ميت اهلا وسهلا نزلوا وصوروا. قاضي الشرعي قاضي اللي من شاف هالشيء بعينه كان حيبكي بعد شوي دم وصرخ وقال بعلو صوته والحي كله سمع صوته. الخميس الجاي عندنا جلسه وحيبكي دم بعد شوي. طيب استاذ خضر، حضرتك بي لثلاث صبيان اعمارهم تحت 12 سنه. وعندك وعندك صبيه بعمر 21 سنه. ايه. وحضرتك منفصل عن زوجتك صار لك قد ايه؟ خمسة اشهر. هذا الحكي كيف بترد عليه؟ عاري عن الصحه، مش مزبوط. والحكيم، انا بطلب الحكيم اللي اعطاه تقرير. وانا بطلب عم بسمعه لو سمحتي، تفضل. بطلب الحكيم اللي اعطاه تقرير طبي. وما دام عم بتقول هي ليش هلا اتذكرت تحكي بهالشغله، شغله الاغتصاب. بس ليش لو سمحتي الطبيب الشرعي، ليش القاضي الشرعي قرر انه حتى كمان الاولاد ما يكونوا عندك؟ يعني قرر انه يكونوا عند عمتهم. رح اقول لك ليه. انا شوفير بسوكلين بشتغل 12 ساعه. نعم. ما رح اكون قادر احضن الاولاد، بين ما قادر اقسم بين الشغل وبين البيت. نعم. وليش لما انت هالشيء هيدا كان الصبي 11 يوم بالطريق، اخذته حتى 11 يوم بالطريق، والسبب اللي نقلته فيه على صيدا؟ مدام لو سمحتي تفضل. حكيت ما حدا قطع، معلش اذا بتريد ما تقطع. تفضل. عند عمته بدهم ينحطوا. مش صحيح، الصبي طلع على صيدا لسبب. اسمعه لو سمحتي. ورجعت ضربته وقت اللي عم يحكي معي ابني. عندكم التسجيلات كلها، الفويسات. ما صحيح الحكي نهائيا. الفويسات كلها عندك. نعم. وقت اللي عم يحكي معي ابني، هي واخته ضربوه، قشطوه تليفونين. ما في صحيح. طب شو لها مصلحه ام تجي تقول كلام من هالنوع؟ مجنونه. تفضلتي حضرتك. مجنونه. ايه؟ معي اثباتات انه مش صالحه لتربيه الاولاد. ويمكن شفتي صوره البيت كيف كان، والصبي انا صورته لان انا بدي الا ابنك كان نايم الصبح بالزلط. مش مضبوط، امي صورته بالليل مش الصبح. صورته بالليل وقت جيت من السهره لقيته نايم على الارض بالزلط. ما صحيح هذا الحكي نهائيا. انا صورته بايدي. ما صحيح. طيب بدي اسالك بس استاذ خضر، يعني فضل. حضرتك يعني في قاضي اكد، في قرار من قاضي اكد انه الاولاد عندهم عادات غير مسموحه او غير طبيعيه حتى لعمرهم، فعلى اساس قرر انه ينسحبوا من البيت او لا؟ صح. طب هذول الاولاد انا رح معلش رح قلك شغله، انا وقت ال 12 ساعه بشغلي وهي مش فاضيه البيت 12 ساعه، انا بالشغل الاولاد بالمدرسه لهم من 20/12 ما طلعوا على المدرسه لغايه هلا، بعد ما طلعوا على المدرسه لانه ما عم يدفع على المدرسه، امام سعد ولادي كانوا الساعه وبدوا يقفوا برا. طب بس حضرتك تفضلي لما تقول هاي ايصالات الدفع، ومن امتين ما طلعوا على المدرسه؟ هاي ايصالات الدفع ست ريما. نعم. بس انا عندي سؤال يعني مكون من جزئين. يعني حضرتك اكدت اللي قاله القاضي انه الاولاد عم بيمارسوا امور مع بعض. لا ما بيمارسوا امور، بس ما عم بيطلعوا على المدرسه. ما بيمارسوا امور، بس في قاضي قال هالكلام. لا لا انا مسؤول عن كلامي وهي عم بتكذب. طيب مع احترامي انا معك، حضرتك قلت انه الست عطاف عندها مشكله. انا ساعه بالشغل، انا بظهر من بيتي، كنت وقت اشتغل بالنهار كنت اظهر من بيتي الساعه 4 الصبح. بس لما حضرتك تقول انه زوجتك عندها مشكله عقليه او مشكله نفسيه، كيف ترك اولادك معها؟ كيف تارك شو دليلك انه هالشيء؟ انا ما كنت تروح لعند حكيم، جبت وحده لتنظف البيت اللي فوق شحتوها. اعوذ بالله. هي وبنتها تعاملوا علي ضربوني. بنتها اللي هي بنتك؟
اعوذ بالله ست ريما التسجيلات عندك، اعوذ بالله، في عندك تسجيلات بتثبت انه بنتي اذا اجاها واحد بتقول بيا ميت. يا الله، نعم، في اثباتات وفي من بنتي كانت عم بتردك عني عم تشد بشعره، انا صايمه من دون سحور، اعطيتها للست زهرة، بس المدام ما حكي ما في شيء من الصحيح، اعطيتها تسجيلات بنتي بتقلي انا اذا اجاني عريس بقول له بيي ميت، ما صحيح الكلام، والتسجيلات موجوده. طب ليش عم تقول هيك بنتك؟ ليش بتكره بنتك؟ لان بنتي انا من اول ما بلشت المشاكل انا قال لهم لاولادي انتم ما دخلكم بمشاكلي، انتم المشاكل تاعتي، والدليل حمودي كيف ما دخلكم بالمشاكل؟ انت عم تعمل اللي عم تعمل، انتم مشاكلي ما دخلكم فيها، كل ما ظهر الاولاد لبرا ترجع هي تعيط لهم. طيب بس بهالمحل نحن قدام ثلاث اولاد، واحد فيهم عايش معك، هلا بالحال واحد فيهم عايش معك والباقي عايشين معه، في مش كلام مش عايش معي، نعم، هون في النهار الجمعه طلعوا على سيدك، كان عايش 15 يوم بالطريق بالشارع، اختي ما مزبوط الحكي، ما صحيح ابدا، اياها ما مزبوط الحكي، انا كنت بدك معي على ما قلت حضرتك، قرار قاضي، هاي قرار القاضي، لوين بيروحوا؟ على اي اساس حكم القاضي؟ شو بيقول القاضي؟ بيروحوا عند اختك؟ ايه ايه، على اساس حمودي عند اختي لما الام عايش والبي عايش، نعم، على اساس ما في قانون بنص، نزل لعندي يومين ورجع انا طلعته على صيدا بايدي، نعم ما مزبوط، 11 يوم قاعد صايب بطاقته نهار الجمعه على صيدا، طلعته فيك طلعت، نحن وصلنا له اكل وقفص في ما بدك، وخنقت العالم على يد عم يتواصل معه، لو سمحتي مدام ست ريما، لو سمحتي وقفت، خنقت العالم، نعم، أو لا لا أو وبهدلت العالم وخنقت وحتى تهجمت عليها، حضرتك ما تهجمتش على حدا، لا العالم حي ترزق موجودة، هون في العالم احياء يرزقون موجودين، هي محتل البيت عندي احتلال، محتل نعم. هيدا البيت احتلال، عايزك كيف محتل البيت؟ طيب يا بتركوا ولادي بخنقني وبضربني وبتهجم علي، انت بحكي بلاش، طب انت وين وصلتي؟ وين وصلتي مع كفا بموضوعي؟ هي صلاة المدرسة، وين وصلتي مع كفا بموضوعي؟ هي صلاة، عفوا اي موضوع؟ بموضوع اللي عم تقولي انه انت تعرضتي للتعنيف، رحتي على الكفا بملف تعنيف، ما رحتي بملف تعرض اولادك لتحرش جنسي، رحتي بهيدي القضيه، بعد ما بعتي ضمن المحاكم وصار في اعتكاف بالمحاكم عشان بس ما بطل في اعتكاف من زمان، عفوا هلا عم تحكي؟ ما بدهم يبحثوا بولا قضيه، يعني القضاة عم بيشوفوا اولادك عم يتعرضوا لتحرش جنسي وما عم بيحكوا؟ كان عندهم، كان عندنا شو اسمه، كان في اعتكاف بالمحاكم، في اضراب، كان في اضراب بالمحاكم. انت ليش جيتي؟ شو جاي تطالبي بشو؟ أنا جاي طالب، جاي طالب أول شيء ابني بدي يا الحالة اللي فيها ابني هلا، إذا بتشوفيها الحالة اللي فيها حضرتك، ابني ما كان هيك من كان معي، على بكى ابن 12 سنة ومنهار بالمرة، ما درست على حاله نهائيا، طفل بهالعمر، يعني أنا من عم بقول له الأولاد ما ذنبهم، كل النسوان كثير وجاي كثير مطلقة بس أولادهم ما وصلوا لحالة. أنت حكيتي إنه أولادك بيعملوا أشياء مع بعض مش طبيعية، وفي وأنت إنه في قرار من في قرار حتى يعني أنا مش طبيعية مدام ريما، أنا مستعدة أخضع أنا قهوة ما بشرب، شاي ما بشرب، دخان ما بشرب، متي ما بشرب، أرجيلي ما بشرب، أنا كل اللي بحياتي باكله بشرب مي وأكل، هدول هني. بس أنت عم تتهمي إنه زوجك على مدى سبع سنين على الأقل كان عم بيتحرش ولادي. أنا هلا عندي محمد ابني أخذه على مستشفى المقاصد، وأنا معي إثبات على شيء هيدا، معي الوصل اللي عمل له فيه التحليل، ظاهر من مؤخرته دم. طب شو حكاية إنه الأولاد بيتصرفوا مع بعض بطريقة غير مقبولة؟ لأنه هني بيحضروا أفلام إباحية مع أبوهم على التليفون، الأولاد حكوا هني عندك؟ هني عندي، بس هني أبوهم بيقعد معهم طول النهار، أيام بيكون معهم، ممنوع نحن نقرب أنا وأخته على البيت بالطابق الثاني فوق، أنا بنيتي أنا البنية عندنا طابقين، البنية عندنا طابقين، أنا وبنتي بطابق والحي كله بيشك، فأنا بضلني واقفة بالعز السم والساعة ونص. أستاذ خضر أولادك ما بنقدر نحكي بحجم عنا بيضربنا. فيكي تتصلي بالجيران أي ساعة أنا بفتح على شغلي وأي ساعة بجي بوصل بلاقي أولادي نايمين. ما صحيح الحكي هذا. طب هذا الكلام برأيك نعم. مدام ريما معك رقم تليفون شركة سوكلين. بتصلي على الشركة بتسأليهم أي ساعة. أوكي يا ريت. بيوصل خضر شعبان على شغله أي ساعة. بس أنت عندك نهار عطلي ممنوع بدك تكون في نهار عطلتي يا بنام يا بظهر. أنا بيتي ما بينقعد فيه يمكن ست زهرة طلعوا صوروا البيت اللي صار التحقيق صار برا ما قدروا يفوتوا على البيت لجوا من ريحة الزبالة والشي ريحة شو لا بيت تصور ريحة الزبالة مدام ريما أنا بيت تصور أنا تصور عطيكو هني بعطوا ريحة الزبالة قلت لي فيكو تشوفوهم مصحيح فيكو تشوفوهم أنا ما عندي شيء أنا عندي كلاسيكي أسمع بدي أسمع كل شيء أنا ما عندي شيء ما المزبوط كل الكلام اللي قالت لي هي هو كل الكلام اللي بعته بدي اسمعه محمد بهالحالة اللي هو فيها طيب. وبنتها وقت بتقول بنتها. أنا إذا أولادها بنتها مدام ريما أنا إذا أجاني عريس بقول له بيي ميت لما أنا بنتي أنا صايمة طب ليش طب ليش بنتك إذا عم تقول مرتك عم تشتكي من مشكلة عقلية أو نفسية بنتك أنا وقت اللي عم بتأكد هذا الشيء كمان عم بتأكد موضوع التحرش الجنسي أنا وقت اللي قلت لها حط الأولاد على جنب
انت اللي حطيت الاولاد على ذنب بتعيط لهم من برا لجوا. حطيت البنت بالمحكمه، حطيت البنت بتحكي مع ابوها. قلت لها معلش، البنت بتحكي مع ما حدا بيشوف. هي نهار الخميس الماضي اتقوا بالمحكمه، حتضرب البنت الخي عشان تحكي. انت اللي هلا طلع ما بدنا نحكي لسمرة الإصابة يحكينا. ونحن بقدام حالة قدام حالة عم بينحكى عن تحرش جنسي. أنا ليش بدي أنقل أنا عني بلا شرف؟ عم ينحكى عن تحرش علي عاد. أنا باقي أنت لو عندك شرف بتفلي من وقت أنك اتطلقتي. أكيد أنت اتطلقتي من مدام ما يطفي لو سمحتي. يعني ولادك عم بيعيشوا بحالة مش عادية، عم ينحكى كلام منه عادي. أنا جيت أحكي هيدا الشيء. والقاضي عم بتقول إنه حكم وأختك ضريرة، يعني عم تقول حضرتك أختك ضريرة عندها مشكلة. لا أختك ضريرة مبلا، أختك ما بتشوف من دون لانسز. أختك مش ضريرة، مش ضريرة. أختك ضريرة ما بتشوف من دون لانسز. نعم. فيكي تعيطي. أختك ما بتشوف من دون لانسز. طيب. أختك ليلة عرسها فتت بالحتم شالت اللانس، قال لها جوزة شو ايش بك لفت الحد؟ قالت له لانه ما في مداخلة. شو حكم؟ ما في مداخلة، ما في مداخلة. طيب. أختك ضريرة ومعها بالضغط. انا لاني مجوزه ولا دخلت على الاولاد. انا بطلب منك انا ماني مجوزه ولا دخلت على الاولاد. كله كيف كانوا تسمعي الاصوات تسمعي الاصوات. عندي كراتين بالشيء ما عندي شيء. اللي انبعت لي الاصوات اللي انبعتت لي طلعوا وشافوا وصوروا. هاي وحده. اثنين ليش نكب العفش؟ العفش كان فيه ببيتي، كان فيه كان فيه ببيتي جرادين. مزبوط. البيت كله جرادين، هي اللي طلع من ورا الزباله طلعوا من البيت. طب ست عيطات حضرتك شو بدك؟ قلت لها اذا ما في اذا ما ظهرتوا من البيت حدوروا على المقص ما تلاقوا. بالحي من اول لاخر اذا حدا بيحكي معك. جرادين حديثين الولاد صغار. خليني هاي الصور بعد بدنا الاصوات لو سمحتي، وتتصلوا بالحي عنا تسالوا اذا حدا بيحكي معه ولا حدا شو بيقولوا عنا بالحي. وانا سجلت اولادي بمدرسه رسميه هاي الاتصالات، وبنتي بتبعت لي والصوت عند حضرتكم، بنتي بتبعت لي بتقول لي غير بمدرسه خاصه يا عيني ما بسجلهم. هني قالوا مدرسه الاولاد، هني قالوا مدرسه. طب ست عيطات حضرتك وقفت قدام قاضي شرعي وقال انه الاولاد بيروحوا عند عمتهم، وما وقفتي وقلتي له انه انا امهم موجوده ليش بكونوا عندي؟ قال في قرار الخميس الجاي طلعنا جبنا ما بصرناه ولا بصرنا ومنع حدا يلبسوا يبصرنا. طبعا القرار يعني ليش قرر انه انت كمان ما يعني هو بيشتغل كل النهار، بس ليش قرر انه انت كمان ما بيصلحوا الاولاد يكونوا عندك، ما بتصلح يكون عندك اولادك يعني؟ لانه القاضي ارتشى. انا بقول على الهواء القاضي ارتشى. معلش تطلب القاضي من اجى لعندي حكي شيتين واجى على البيت وصور وكاتب. مين القاضي اللي عم تقولوا عنه؟ القاضي حمام الشعار. حمام الشعار فيكم تتصلوا فيه. القاضي حمام الشعار. خليني اروح لعندك بس يخاف. طيب. من الله على اي اساس اصدر هالقرار؟ طيب ونحن على كل حال بدي اجي لعندك بس استاذ المحكمه كلها بتشهد هو شو قالوا حكي لي من طرف. خليني حضرتك استنى معلش بدي اسمع على المحامي. حضرتك شفت الحاله طلع. وواضح ما بدي اقول الفوضى المصيبه اللي عايشين فيها هالاولاد. الثابته الوحيده انه هول الاولاد بحاجه لحمايه. بالضبط. في قرار شرعي صدر بالطلاق، صدر انه لا الام اهل ولا الوالد عنده اهليه لحتى يرعى لحتى يحضن او يرعى هؤلاء الاولاد القصر. الثابت انه قاضي الاحداث عليه ان يتدخل لحمايه هؤلاء القصر، لانه لا الام بطبيعه عايشه بوضع النفسي والاجتماعي وطريقه تربيه الاولاد عندها اهليه لحتى ترعى هؤلاء الاولاد. من أي والوالد نفس أنا الشيء. ست أولاد ما القرار الشرعي هو قيد الاستئناف حاليا. نعم. في استئناف، ولكن اللي بينطرح السؤال انه ام جابت تقرير طبيب شرعي انه ابنها تعرض لاغتصاب من 10 سنين ما ابرزته لجهه قضائيه الا اليوم 7/3/2017. هذا اللي غريب يعني. 10 سنين لانه هن ليه هلا حيسمعوك؟ اذا كانت الوالده ليه هلا حيسمعوك وقبل لا؟ اذا كانت الام عندها قدره انها تطلع لعند طبيب شرعي وتوصل لعنده ويعمل الكشف ويحط التقرير، يعني كان عندها القدرة أن تلجأ للقوى الأمنية أو للقضاء أو لأي جمعية أو مؤسسة لحتى تحمي أطفالها مما يتعرضون له. جمعية كفا أكيد عم يسمعونا، وما بعتقد أنه هن بيتحملوا كلمة أنه أم تجي لعندهم معنفة أولادها عم يتعرضوا للتحرش ويقولوا ما تحكي عن هالموضوع هلأ يعني. ما بعتقد أنه في جمعية عشر سنين. شو السبب أنه لليوم لحتى توجهت للقضاء والدعوة من 7/3؟ بعتقد انه القضاء او المفارز الامنيه او القوى الامنيه كانت عم تشتغل شغلها. كان في يومين اعتكاف على العمل، عشان ولكن كانت عم تشتغل لاولادي. عفوا انا هلا هلا شو عم تعمل المفارز الامنيه هلا شو عم بعمل؟ ايه؟ هلا ما في محالتين لان ابني محمد انا مطلوب. طيب. انه يتحول ابني محمد للفحص الشرعي. ينبغي تقديم الشرعي ظهور الدم ومؤخرته. لقاضي الاحداث سبب ظهور الدم ومؤخرته ليتحرك لحتى يحمي لسبب ظهور الدم ومؤخرته ابني محمد ليحمي هؤلاء القصر مما يتعرضون له.
طيب نحن عم نحكي عن ثلاث اطفال يعني عرض هلا على فحص طبيب شرعي. انا حكيت اليوم اليوم بنهار حكيت لسبب ظهور الدم ما اخذته ابني محمد. انا معي هون نعم هيدي سؤال المحامي تاعها وجواب المحامي تاعي. طيب انه هل يا ترى اي انسانه بتفوت على بيت ما بيكون فيه عفش؟ طيب خليني انا اليوم بنهار حكيت مع ست اميره سكر من جمعيه حمايه الاحداث وحكينا مطورا عن هذا الملف وراح يكون عندها الملف بشكل تفصيلي. خليني بس اسمعها لانه حضرت الفقره. خليني اخذها لست اميره على الهواء. ست اميره مساء الخير. حضرتك الله يعافيك، حضرتك حضرتي الفقره. عم نحكي عن اولاد، ثلاث اولاد عم بيتحرشوا ببعض على ما يبدو كمان، وامهم اتهمت بيهم بالشكل اللي شفتيه باخر الفقره. عم فيبدو انه لو سمحتي لو سمحتي اسمعني خلينا نسمعه. فهيدا الكلام، هول الاولاد بحاجه لعلاج نفسي وبحاجه لاحتضان وبحاجه ليمكن كل واحد يتعالج لحاله. انا حكيت حتى مع طبيب نفسي اليوم كان المفروض يكون معنا بس الظروف ما ساعدت. كل واحد على حدا يتعالج وبعد عن اهلهم. تفضلي. انا كثير بتاسف للاشياء اللي فاتها. لو سمحتي عم نسمع. تخيل حال الاولاد اذا بعد فتره سمعوا او اذا الجيران سمعوا على الحكي اللي عم ينقال بين الام والبي على الهواء، بتكون مؤذي لنفسيه الاولاد اول شيء. بالنسبه للي انا والله يا ست اميره اذا ما حكينا يعني اليوم على التليفون كنا عم نحكي انا وياكي، اذا ما حكينا بهيك موضوع مشكله، وإذا حكينا فيه من صح ناحية تانية عم نحاول قد ما فينا نحاوطه بالطريقة المناسبة، إن كان بحضور محامي أو إن كان باستشارة طبيب نفسي وباستشارة طبيب. عاملين بلوري على الصور اللي هذا ممتاز، يعني الحماية اللي عم جربوا تعملوها ممتازة. ولكن هلا أنا بدي بتوجه للأم وللبي، إذا حدا من الأهل الأم أو البي عنده شكوى بحق هالولاد هن عم يتعرضوا لهذا النوع، إذا هالشيء فعلا حقيقي ومضبوط، يعني المفروض الام تكون عم تتوجه لاقرب مكتب حمايه احداث لاقرب مكتب عادل هي موجوده حدا، لانه بتتجه بكل حال لكاسه قصور العدل بلبنان. يعني اذا هي مثلا بالجنوب فيها تروح على السيده او عندنا بطيئة او عندنا زحله او بعبده بجبل لبنان او عندنا طرابلس، هدول مكتبنا بكافه المناطق، فيها تكون عم تتوجه لحدا من لوحده. طب هلا شو الخطوه ست اميره، شو الخطوه بهذا الملف بالتحديد؟ عم تظهر هيدي، يعني هذا بكره الصبح بدي اتوقع ان هي تكون عندنا موجوده بمكاتبنا بقصر العدل باقرب حسب المحافظه اللي هي فيها ريما. تروح على المكتب وتظهر هيدا التقرير اللي مع اللي هي عم بتقول انه هذا تقرير. انا عندي دعوه نحن شفناه على الهواء بالتقرير، شفناه على الهواء بالريبورتاج اللي حطيتيه، بس يعني اكيد بدنا نطلع عليه اكيد. رح يكون في استدعاء للاطفال، رح يكون في بسيكولوج عم بيتابع لنشوف قاضي الاحداث شو بده يتحرك بهالقضيه. اكيد قاضي الاحداث بتاخذ الاحداث كافه، لانه عامه بكل المناطق اللبنانيه ما بيسكتوا عن هيك قضيه اذا ثبت انه هالشيء حقيقي. نعم. هلا اذا ثبت عكس هالشيء الطرف الثاني بحق له يرجع يدعي على الطرف الاولاني انه هذا الشيء صار بطريقه خطا او انه تشهر فيه او انه انعمل. هيدا قضاء الاحداث هو يلي بس التأميرة. هول الاطفال ممكن اذا اضطرت الحاجه ويبدو انه رح توصل لهون، يعني ان شاء الله ما يطول كثير الموضوع، ممكن انه تحتضنهم جمعيه او مؤسسه طبعا اذا اهلهم رجعوا وافقوا تيكونوا تحت علاج مكثف. العيال ما بنحب نحكي لك شيء، اخر شيء بننظر اليه هو انه نسحب الاولاد من عائلتهم ونحطهم بمحل ثاني، نحن بننظر لانه العائله تضلها مستمره. نعم. بتصرف ممكن يكون في عائله ممتده تساعد، يعني خال خروج الدم مؤخرته حدا قريب من القربة يكون عم خروج الدم يا مدام يا مدام هذا بنحطه اخر احتمال لانه ننزع طفل من عائلته وبيئته ونحطه بغير بيئه. نعم بس انا حكيت اليوم طبيب نفسي ست اميره وقال لي انه هول الاولاد بحاجه ليتعالجوا ثلاثتهم كل واحد على حدا بعيد عن اهلهم لفتره، يعني هذا بكره حتوصلوا له انتم مع البسيكولوج اللي عندكم على كل حال، بس بتامل انه هذا الملف ما ينطر كثير ب لا لا مش حينطر مدام ريما. نحن يعني نحن اليوم حكينا الصبح، بس انا ما بتعرفي اي منطقه او باي انه احترمت رايك لما بدك تقولي اي منطقه لتنطري للحلقه لنشوف شو الموضوع، بس هو مفروض يعني هلا نكون دغري نعرف بعد الحلقه مباشره حقرر اتواصل معك تقولي لي باي محافظه هيدا الملف كرمال منع بكره، واذا ممكن ناخذ الكونتاكت نمبر تاع الام او البي كرمال يكون عم نتواصل معهم، واكيد ما رح نتابع للاخر بهالملف. نحن بنشكر مداخلتك معنا. هذا شغله للاتحاد حمايه الاحداث، هيدا شغله على امل انه هيدا الموضوع ياخذ اجراء سريع لصالح الاولاد. انا بطالب هلا ابني الكبير قدام القضاء والراي العام، طالب ابني الكبير باجراء فحص له فحص طبيب الشرعي لحتى يظهر خروج الدم من مؤخرته. شو السبب؟ كيف بدك تنتبهي على الاولاد اللي عندك بالبيت؟ انا بنتبه على اولادي
انا حمودي وعز الدين. انت شفتيهم عم يعملوا شيء غلط شيء مره؟ لا 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 لا، بس ابني الكبير صار يظهر هلا ويبقى معه اكثر وقت. بس انت قلتي بشوفوا افلام مع بيهم وبيعملوا شيء مزبوط هذا الشيء على التليفون، وانا عم لك خربطت الباب باجري، كان حاطط الكنبيه ورا الباب وهو وحمود الطبق وهو نايم عم بكبس على التليفون وهجم علي وضربني انا بنتي بشكل جنوني. طب حكيتيهم للاولاد لما شفتيهم عم يعملوا هيك حكيتيهم؟ اكيد حكيتهم لاولادي مره. هن مع قلت انا عم بشطب برا قدام البيت وفتت لقيتهم فتت عليها مدام زهراء للغرفه قلت لهم صوت انا ما عندي شيء بيتي. هن قالوا لك عندي ارض وسقف. هن قالوا لك انه بيهم خليهم يشوفوا هالشيء مزبوط وهن حكوا هالشيء لمدام زهراء. هن قالوا لك هيك حكي هالشيء لمدام زهراء بالروبرتاج عملوا تصوير عندي عندي ببيتي بالجبل. طيب هالشيء حدا استثمرت المخلوقة. ملاحظة انه كان الادعاء انه كان عمره سنة طفل لما كان عم يتعرض لهذا الشيء. مزبوط انا هذا التقرير الطبي ما بعرف لأي مدى هذا صحيح هذا الشيء، ما بدنا ننفي وما بدنا ناكد اللي عم نقوله مثل ما قالت الست اميرة بهذا التقرير الطبي سجل موجود معي هالشيء. لازم يخضعوا هؤلاء انا ماني ناكد ابدا. لازم يخضعوا لا لا فحص لكشف طبي لا اكيد لكشف طبي ونفسي قبل قبل وانا ابني محمد بطلبه لاحداث تتولى من حالته نفسية دمار دمار. قليلة ليش انا حاطط الكنباية ورا الباب؟ انا رح اقول لك انا رح اقول لك انا انسرقت مرتين، سرقوني هي وبنتها مرتين. الله اكبر. اول مرة 500 دولار معك الحال. هذا الموضوع ما له علاقة باللي عم يتعرضوا له الاولاد، هذا كله كله تفاصيل، هي كلها تفاصيل اقل اهمية. بعدين هي انا اذا فتحت الباب على كل حال بتمنى هيدي الشكوى توصل لمكتب حماية وانا بتمنى لحتى ياخذوا الاجراءات. هذا اللي كل شيء كنا عم نجرب نعمله لحتى ياخذوا الاجراءات اللي مزبوط. وانا ممكن قاضي الاحداث يتحرك بناء على طلب او شكوى من مكتب حماية الاحداث وبحق له اللي صار بهيدا الحلقة يعتبر اخبار لقاضي الاحداث طبعا. وهذا المقصود من فتح الموضوع. هذا المطلوب وهذا المقصود من فتح الموضوع على كل حال. ان كان الطبيب الشرعي اللي من 10 سنين شاف الولاد سمع اسمه، وان كان حتى القاضي اللي قالت عنه ارتشى سمع اسمه، وان كان حتى الاشخاص اللي يعني اللي حكيت عنهم مشتركين بين اثنين نعرف وجهه نظر اثنين منهم. انا بشكر وانا الدعوه موجوده على امل انه حمايه الاحداث تتحرك بسرعه مثل ما وعدنا منها، لانه هو الاولاد بحاجه فعلا. انا عندي اعتراض وانا طالب بريك مشاهدينا ونعود. الطبيب الشرعي لمح أمهات في قلب حقول الألغام. وصعب بس أنت قده. وصلنا لختام محطات للنشر الليلة، كان باقي لنا موضوع خاص بالنساء وموضوع الألغام، هالنساء اللي دائما بنحييهم من قلبنا اللي هن من حماية الوطن كمان. هذا الموضوع رح يتأجل للأسبوع القادم بإذن الله، أسبوع جاي نرجع نلاقيكم تمام 9:30 وينعاد على كل الأمهات عن جديد.